تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و بسم الله ما شاء الله كده، يعني نبدأ المحاضرة إن شاء الله. يعني كده مجهود نحتسبه لله إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير على وجودكم معانا، ونصلي على النبي كده عشان ربنا يكرمنا وننطلق. إحنا قلنا أول تاسك معانا بنكتب اسمنا، المدينة اللي أنا عايش فيها، بعديها المادة اللي أنا بدرسها. فمعانا إيمان منوفية إنجليش، ونرمين إسكندرية عربي، وجيرمين كايرو طبعا هيلث كوتش، طبعا دكتور جيرمين ربنا يبارك على الصلاة والسلام، ربنا يبارك لك يا رب. طيب جميل، إحنا كنا سألنا كده من شوية وقلنا يا ترى مين فينا بيستخدم البرنامج الزوم، وكان مس أمل ودكتور جيرمين قالوا إن إحنا بنستخدمه. حد هنا جديد على زوم؟ طب المفروض يعني على الصلاة والسلام المفروض ان هو ما فيش حد بقى جديد على زوم، خلاص يعني ده زوم بتعجن يعني. بس ان شاء الله النهاردة نحاول نقول لكم حاجات تفيدكم وتفيدنا معاكم، ونستفيد كلنا من بعض بإذن الله. شيماء كايرو، ها ايوه، ايه بقى شيماء، مادة ايه؟ مهندسة، ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل جدا، حلو. زوم الموبايل، هنتكلم النهارده وان اي ابلكيشن متاحه للاثنين استخدامه يكون من اللابتوب احسن، بالذات في التدريس، حضور محاضرات تدريبات، لكن ما جربش استخدامها لان ما اكون معلم ومدرب حقيقي محتاجة جدا. ان شاء الله النهارده يا استاذ ريهام، ان شاء الله ان شاء الله نأدي لك على الموضوع ده. طبعا المحاضره هتكون مسجله على اساس ان انت تقدر ترجع لها، وهيكون التسجيل بتاع النهارده متاح، وتسجيل قديم متاح، وتسجيل قديم تاني متاح، يعني كلهم موجودين مفيش مشكلة خالص. طيب كلنا كده قلنا بسم الله، اللي عمل النسكافيه بتاعه وكل حاجة جاهزة، الله يبارك فيك يا رب. طيب تعالوا نشوف كده احنا عندنا ايه. عصمت ميات انجليش، اهلا وسهلا، جميل، الله يبارك فيك يا رب. طيب طبعا انتوا عارفين، مش هنقول بقى ان الناس بتتاخر، لكن هنقول ان الانترنت يعني يسمح للناس تدخل في مواعيد معينه. اهلا بالساره، ازاي ساره عيد زميلتنا طبعا واختنا ومنوره دايما، مس اماني اهلا وسهلا، اميره، رقيه، نشوه، شيماء، ايه ما اعرفش ايه مين، بس التسجيلات هتكون على الله يبارك فيك يا ساره، التسجيلات هتكون على اسمه ايه، على اليوتيوب عادي. وهبعت لكم دلوقتي، انا هريحكم، هبعت لكم حالا. انا عارف ان كل الناس خايفه دلوقتي ان النور يقطع في اي وقت، احمد ربنا ان انتم مش في الاسانسير عامه، يعني دي حاجه تخلينا احنا مطمنين، يقطع وقت يقطع وقت وما يقطع براحتهم، ما عندناش مشكله. نقول ايه، طبعا احنا بنتكلم النهارده ان كل اللي قاعدين قدامنا هيستخدموا الزوم استخدام تعليمي، يعني انت قاعد على اساس ان انت الزوم النهارده بالنسبه لك انت هتكون المدرب المدرس اللي هيستخدم الزوم. طيب عشان بس لا قدر الله يحصل اي حاجه كده ولا كده، اي قله قيمه، فاحنا هنحط هنا ازاي تقدر تلاقينا، الحمد لله، ازاي تقدر تلاقينا على الفيسبوك او الواتساب، الفيسبوك او الواتساب، الفيسبوك اهو حاطط لكم اللينك، اللينك البيج بتاعتنا، تقدر تبعت لنا مسج في اي وقت تطلب الدعم. والواتساب جروب ده للمدرسين، احنا بنعمل فيه محاضرات وبنعمل فيه كورسز، ساعات تبقى مجانية ساعات تبقى مخفضة، ما عندناش كورسز غالية خالص. تقدروا ان شاء الله ان انتوا تستفيدوا وتفيدونا كمان بالعلم بتاعكم. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض، يلا كله قال بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف احنا هنعمل ايه هنا مع بعض. طبعا شايف الشاشة دلوقتي بتاعتي قدام عينيك، نقلل بس موضوع ال ايوه، هنا تقدر تلاقينا، تقدر تلاقينا هنا، رقم الواتساب، الفيسبوك بتاعنا، اليوتيوب كمان، يا ريت تاخدوا سكرين شوت عشان اليوتيوب مهم جدا، كنت هحطه لكم في اخر اليوم، هتلاقي فيه محاضرات كتير جدا ليك تفيدك كتيتشر، عايز تستخدمها عشان تتعلم اكتر وتفهم اكتر التدريس عامل ازاي، طبعا متاح.
اول تاسك معانا هنا، اول مهمه هطلبها منكم، هبص في الشات عشان اعرف انتوا بتكتبوا ايه وبتعملوا ايه. تعال نبص مع بعض كده، نقول كل المطلوب منكم دلوقتي حالا هو ان انت بكل هدوء عايزك تكتب لي اسمك، هتكتبه عربي او تكتبه انجليش براحتك، وتختار اول حرف من اسمك، تختار صفة ايجابية تبدأ بنفس الحرف. يعني تعال نقول مثلا انا هكتب لكم اهو، هكتب لكم في الشات ان انا اسمي مثلا سيلين، ده اسمي، اسم بنتي طبعا. اول حرف من سيلين هو السين، انا عايز ادور على صفة ايجابية بتبدأ بحرف السين، سليمة مثلا. يلا ها ورينا كده اساميكم عامله ازاي بحروف بصفات ايجابيه لو سمحتوا. ها طبعا انا النهارده واحنا شغالين هدربك في نفس الوقت. محمد منطقي جدا، برافو يا محمد شاطر. انا هنا دلوقتي وانا بعمل، طبعا انتوا عشان مدربين ومدرسين ايمان ايجابيه دايما، ريهام ريسبونسبل مسؤوله دايما يا ريهام ان شاء الله. طيب لازم لما تستخدم زوم لازم تشغل الشات، لازم تشغل الشات اذا كان عندك عدد كبير، اذا كان عندك عدد كبير. لعددك لو فوق ال 15 يفضل انت تشغل الشات، احنا الحمد لله دلوقتي 23، تشغل الشات على اساس الناس كلها تاخد فرصه تجاوب. يعني احنا في لقطه واحده في ثلاثه جاوبوا، محمد وايمان وريهام، مستنيين الباقيين، ممكن الباقيين لسه بيدوروا على صفات. طب اكتب اسمك يمكن حتى يساعدك. جيرمين صعب بالجيم، جيرمين تقدري تقولي جميلة، جيرمين جريئة، جيرمين جيدة، ثلاث صفات اهو. نشوة نون، نشوة تغريد، نشوة نضارة، لاميا ليرنينج كويكلي، برافو، تغريد تلقائية، نشوة نجاح كمان، صح، برافو يا محمد، برافو والله محمد ده فنان. أميرة أكتف جدا يا أميرة، أكتف جدا يا أميرة، برافو عليك، شاطرين، برافو، جميل جميل، شغل كويس جدا. ها حلو، مين تاني؟ سارة سبورتيف دايما دايما بتساندي وتساعدي، وده أنا شفتها، أنا جربتها عن نفسي. سهى سكول ماشي، سهى مدرسة، ده عربي، ده شغل عربي، ده سهى، برافو. آلاء اجتماعية دايما، تغريد تمني، إن شاء الله ربنا يحقق لك كل أمنياتك، جميل جدا جدا جدا، برافو، شغل حلو جدا. أدي حاجة بسيطة، عمل إيجابية دايما يا رب. أدي حاجة بسيطة، استخدام للتشات بيخلي فيه روح تانية، أو يخلي الناس كلها تجاوب، لأن واحدة من صعوبات استخدام الزوم ان انت لو رأيي رحيمة دايما ما شاء الله، ان انت لو استخدمت الزوم بالمايك فانت هتضطر ان تسمع شخص واحد بس معايا، انما الشات يتيح لك الفرصة ان انت ناس كتير تتكلم في نفس ذات اللحظة. طبعا انا عامل ايه النهاردة؟ انا عامل ايه؟ انا عامل ميوت للجميع. جيرمين حوار مناقشة عاش، برافو. طبعا يا دكتورة، هو احنا دي ميزة من مميزات للتشات، ان 90 واحد بيكتب وانت بتقرا بسرعة وبتدخل الناس كلها في الحوار، دي حاجة مهمة انا قصدها. اللي حضر معايا قبل كده هيلاقيني ان انا ما بقفلش المايك اصلا، بس انا النهاردة قافل المايك ليه؟ عشان ساعات كتير الناس المايك بتاعها بيفتح وبتبقى دوشة، بنقعد ندور على نقفله ازاي، بلس ان انا عايزكم تشغلوا للتشات وانتوا شغالين. وانت شغال معظم شغل الزوم احسن له التشات، لان بتاخد اجابات كتير في نفس ذات اللحظه. طيب انا هخرج بقى من الزوم، من هنا الزوم ده دلوقتي ماشي، واعمل ايه؟ واعمل طبعا انا خرجت دلوقتي من هنا، هروح اعمل شيرنج لفيديو صغير. الفيديو ده انا عايزك تركز لي عليه جدا بقى. ليه انا عايزك تركز على الفيديو؟ لان انا عايز وانت بتتفرج على الفيديو تدون نوتس كده، ملحوظات، صب تدونها في النوت بوك بتاعك. طب قولي لي كده، كام واحد مع نوت بوك بيسجل فيها ملحوظات، معلومات، حاجات؟ انت لازم ده، انت لو انت تيتشر، لو انت تيتشر لازم تعمل كده، لازم دايما معاك نوت بوك. النوت بوك دي انت بتسجل فيها كل حاجة، بتحضر محاضرة بتقول والله الراجل ده كويس، الراجل ده وحش، الراجل ده ممتاز، الراجل ده اي كلام، برافو عليك، تمام ما شاء الله، عندنا ناس كتير اهو.
ما آية بتقول إن ناس بتسأل على اللينك في الجروب. لينك إيه؟ لينك المحاضرة؟ لينك المحاضرة عند كل اللي سأل عليه. شاطرة سو، سو معاها، لا سو معاها نوت بوك، هاتي لي سو. ما شاء الله، لا لم يب. جميل. هنرجع تاني، أنا هفرجك على فيديو دلوقتي. كل اللي أنا طالبه منك إن أنت في النوت بوك بتاعك تدون لي نوتس. انا كده كده هسالك عليها في التشات، لكن في التشات انا عايزك تكتب النوتس الاول في النوت بوك بتاعتك، بعد كده تروح مصدر لنا تجاوب لي على السؤال ده. شكرا يا امان. هو انت استفدت ايه من الفرجه على الفيديو؟ عايز حاجه واحده بس استفدتها من الفرجه على الفيديو، معلومه، فكره جات لك، اي حاجه. امين كده. طيب يبقى جاوبوا لي على السؤال ده في التشات لو سمحتوا. الاسئله اللي هقولها دلوقتي انتوا هتكتبوا في النوت بوكس بتاعتكم ولا مش هتكتبوا حاجه؟ هتكتب ولا مش هتكتب في النوت بوك بتاعتك؟ قول لي ايوه او لا. اجابتك ايوه او لا. يس نو كويستشنز. يلا هنكتب. جميل يا عمار، برافو. شكرا غاده ونشوى وكل الناس. جميل، هنكتب. طيب هتاخد نوتس عن كل فكره انت جات لك وانت بتتفرج على الفيديو. تمام. طيب لما تيجي تكتب لي في الشات بعد ما الفيديو يخلص، الفيديو مدته دقيقة و17 ثانية، مش فيديو طويل. بعد ما نخلص هل هتكتب لي حاجة في الشات؟ قول لي أيوة أو لا. هتكتب في الشات؟ جميل، الناس كلها كاتبة أيوة. طيب رد برقم، هتكتب لي في الشات معلومة واحدة ولا 10 معلومات؟ أنا قافله يا نهر، أنا قافل الصوت. هتكتب لي معلومة واحدة ل 10 معلومات؟ هنكتب معلومة واحدة. طب لو أنا كتبت معلومة وخلصتها ولقيت اللي بعديه بيكتب، هل أزود ولا مش هزود؟ زود عادي. لو كتبت معلومة وعندك معلومة تانية حابب تفيد بيها الناس، اكتب ما يهمكش. تمام كده؟ لو حد لسه منضم لنا دلوقتي، فإحنا بنقول إن إحنا نتفرج على فيديو، الفيديو ده مطلوب منك إن أنت تعمل عليه ريفلكشن، يعني تكتب لنا عنه معلومة استفدتها وانت بتتفرج عليه. يلا نقول بسم الله. طبعا انا عملت شير سكرين دلوقتي، كلكم شايفين الشير سكرين بتاعتي. تمام. ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. طيب انا دلوقتي سامع حالا الناس بتقول الفيديو مش شغال. هو شغال، انا معرفش ازاي بتقول مش شغال، بس انا شفت الشاشه واقفه عندكم، ده ممكن انترنت. طيب نعمله تاني مع ان هو ما فيهوش اي حاجه. طب كده شايفين؟ شايفين كده الشاشه برضو؟ لا. طيب ماشي، نعمل شير سكرين تاني. كده شايفين؟ شاشة مفتوحة على اليوتيوب، متشافة كده ولا لأ؟ كده متشافة الحمد لله. طيب طيب تمام، يلا نتفرج مع بعض. طيب كده شفته ولا ما شفتوش؟ انا عملت كبرت الشاشة بس. لا ما هو مش شغال لسه، انا لسه مش شغلتوش. ها كده شايفين؟ طيب شغال اهو دلوقتي. تمام. طيب ماشي.
قد لا تعرف أنت ما هي شهادة الـSSL، لكن قراصنة الإنترنت يعرفونها ويكرهونها، فهي تساعد على حماية موقعك وزوارك. بشماله حافظ مكان إبراهيم. ثانية واحدة. هعمل شير سكرين تاني، المفروض ان انتوا تكونوا شايفين، بس هنشوف ايه المشكلة فين. انتوا لحد كده شايفين صح؟ لما بكبر الشاشة ما بتشوفش. شفت الماتش يا سامسونج؟ ماشي تمام، شايفين كده. يلا طيب هشغلها كده وخلاص، مش لازم اهو. فيديو شغال. طيب يلا نتفضل بقى، نكتب في الشات كده اي معلومه انت طلعت بيها من ونقرا طبعا زمايلنا بيكتبوا. يعني الدكتوره جيرمينا هي اول واحده قالت لك حلم التعليم. ها تقدر تكتب برضو علاقه الفيديو الصغير اللي احنا شفناه ده باللي احنا بنتكلم فيه. ايه؟ تعليم حق للجميع. جميل. استمرار التعليم تحت اي ظروف. الكلام فيه كلام جميل بيطلع اهو. التعليم نعمه طبعا، الحمد لله الحمد لله على نعمة العلم طبعا. ماشي. ها مين تاني؟ ها عايزين نشوف كلام أكتر، مشاركة أكتر. يلا ها. التعليم بقى معتمد على الإنترنت أكتر من حضور الطلاب في المدارس. برافو يا مستر سامسونج، لو تغير اسمك مش أنا أبقى عارف. تفكير خارج الصندوق ممكن برضو جدا. التعليم بغض النظر عن الصعوبات. جميل تغريد، برافو عليكي. الإمكانيات المتاحة حلوة جدا. آه أهلا أهلا أهلا، أختي هنا موجودة. ماشي يا لولو، منورة. ها أهلا يا لولو، منورة. طيب جميل جدا، كل اللي إحنا اتفرجنا عليه ده helping children to learn and facing difficulties. طبعا يا مسلمية برافو عليكي. طبعا قد إيه دور اليونيسيف اللي هم العالم كله يعني بيحاول يتحد إن هو يحاول يعمل حاجات. طبعا ده الحمد لله على انقطاع الكورونا واستخدام الانترنت بكثره اثناء الكورونا. طب عايز سؤال كده وتجاوبوني عليه، هو الانترنت ده ظهر لما الكورونا ظهرت ولا كان موجود قبله؟ ماشي يا مس سهير، اهلا وسهلا. تمام جميل، كان موجود قبل كده، برافو عليك. مين كان بيشتغل اونلاين قبل الكورونا يا جماعه؟ من ايام الانترنت، من اول ما الانترنت طلع صح؟ مين فينا اشتغل اونلاين قبل الكورونا؟ انتشر اكتر صح يا لولو، برافو عليكي. استفاده اكتر، الإيجابية أكتر. برافو برافو برافو، جميل ما شاء الله، الناس ممتازة جدا، ممتازين جدا. حلو حلو. أنا واحد من الناس يا منى. إزيك يا منى، عاملة إيه؟ أنا واحد من الناس كنت شغال أونلاين قبل ما الكورونا تبدأ، وإحنا كلنا كل العالم كله كان نايم صحي، فجأة لقى فجأة في حاجة اسمها كورونا طبعا. بس اختلفت يعني العالم كله في شهر واحد واثنين صحيح على الكورونا، الحمد لله مصر في آخر شهر ثلاثة الحمد لله أقرت إن في حاجة اسمها كورونا. تمام برافو جدا. لكن كان الـ ديسلين طبعا عادي. كان الاونلاين، الله يبارك لك يا منى، جزاك الله كل خير. كان الاونلاين اوبشن زمان وما اتقبلش في مصر لان يتقدم بطريقه مش لطيفه، فالولاد خلاص قفلت منه. لكن دلوقتي بقى في كتير بيجروا على الاونلاين وكتير عايزين يشتغلوا اونلاين. عشان تشتغل اونلاين لازم تبقى معاك اسلحه كتير، منهم واهمهم الزوم، لانه اكتر واحد لطيف اشتغل. يا مس عصمت. معلش ربنا يعينك. لا ما عارفين الكهرباء دي، ربنا يهدينا
أزمة كبيرة، مفيش مشكلة، المحاضرة احنا بنسجلها دلوقتي. بتتسجل، مفيش مشكلة، مساء اسمك، ربنا يبارك لك يا رب، نشوفك دايما في أحسن حال. طيب نرجع لموضوعنا تاني. أيوه، هقول كل حاجة يا أميرة، كل حاجة هتتقال، ما تقلقوش. بصوا يا أساتذة، الزوم واحد من أسهل الأبليكيشنز اللي كانت موجودة وقت ما العالم كله جري وقال لك إيه؟ قال لك الحقونا. وطور نفسه وزود خصائص، وبقى في حاجات كتير دخلت عليه زي ما انتوا بتعملوا كده بالظبط. انت كنت بتشتغل اون سايت، ماشي، بلاش تقول اوف لاين، انت بتشتغل اون سايت وعايز تشتغل اون لاين كمان. طيب تعالى بقى نقول كده ايه، نقول بسم الله، نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا اللطيفه ونشتغل عليها. شايفين شاشه البرزنتيشن صح؟ هتبقى زي ال اسمه ايه اللي احنا عملناه ده، الفيديو. طيب تمام، احنا دلوقتي هنتكلم على برنامج الزوم، هنمسكه واحدة واحدة هنتكلم عليه. طبعا مشكلة الزوم، انت بتتكلم في البرنامج اللي انت شغال فيه، انت بتتكلم في البرنامج اللي انت شغال فيه، فانا عشان اوريكوا البرنامج عملت ايه، صورته، قلبته صور عشان انت تقدر تشوف. اول ما بتفتح الزوم بيظهر لك الانترفيس ده، الواجهة دي، انا هنقسمها واحدة 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 مع بعض وهندرسها كلها. لازم تكون متمكن من الزوم لو هتشتغل زوم، وطبعا بتضطرنا الظروف، سواء كنت شغال في الخليج، شغال في مصر، ان ايام اعصار، ايام هوا شديد، ايام مطره جامده، ان بتتحول اونلاين فبنشتغل اونلاين. طبعا احنا قلنا ان هو ممكن تستخدم وتشتغل اونلاين، ممكن تستخدم وتشتغل اونلاين، لكن انت اللهم صل على النبي، كنت بقول ايه، ممكن تستخدمه اونلاين لكن الاحسن اللابتوب مش موبايل. الصوت مش عارفه واضح يا منى، مش عارف عندك انت في مشكله ولا ايه، حاولي تطلعي وتخرجي تاني. طيب دي واجهه البرنامج بتاع الزوم زي ما انتم شايفينها كده. انا بس ايه هعمل حاجه كده، ده ده جزء، ده جزء معين، وده جزء تاني خالص، تمام كده؟ دول جزئين مختلفين، احنا هنستخدم، هنحاول نستخدم ايه؟ حاجة حاجة منهم عشان نعرف نشتغل بيها. طيب بص كده، انت شايف معايا اللي انا عامله ده؟ ثانية واحدة عشان المؤشر لا، ده اخر تحديث، ده اخر تحديث للزوم، يعني لو انت عندك زوم لازم يكون عامل كده. كده احنا شلنا كل الحاجات اللي عاملة عندنا. بص كده، من الشمال الزوم من فوق، بصوا على الصور والمحاضرة مسجلة، تقدر انت تشغل الزوم وتشغل جزء منها وبعدين ترجع للزوم بتاعك عادي في البيت. اول حاجة الثلاث دوائر دول، حد يقول الدائرة الحمراء دي بتاعت ايه في الزوم نفسه؟ موجود على الموبايل لكن الاوبشنز مش نفسها يا سهير، الاوبشنز اقل. ها حد يقول الدائرة الحمراء اللي على الشمال دي بتاعت ايه؟ ايوه، انا مش، انا بتكلم على الصوره بتاعتي اللي هنا دي، الصوره اللي تحت دي، الصوره اللي تحت دي، الدايره ده، الدايره الحمراء جنبها صفراء جنبها خضراء، الحمراء بتاعت ايه؟ بتاعت ان انا اقفل اصلا، اقفل الزوم، اقفل السيشن بتاعتي، تمام. طيب الصفراء، الصفرة دي اللي بتنزل الزوم تحت، يبقى في البار اللي تحت بيبقى مش موجود على الشاشة، واللي جنبها الخضرة دي بتكبر وبتصغر الزوم بتاعك، تمام كده؟ تمام. طيب هنا في زرار جديد، عشان بصوا مين اللي اتكلم، غادة قالت لك انا الزوم بتاعي مش عامل كده خالص. هي الزوم بتاعك مش كده، انت محتاجة تعملي ابديت للبرنامج عشان ده اخر حاجة المفروض يعني، او ممكن يكون قبل الاخير.
السيرش ده انت ممكن تدور على اي حاجه عندك انت حاططها، تدور على حد انت مسجله، تدور على اي قناه على الزوم. احنا قلنا يا نهى ان الموبايل امكانياته اقل، هيبقى معظم الحاجات موجوده لكن الامكانيات اقل. واللي هيشتغل ايه، اللي هيشتغل تيتشنج اونلاين تيتشنج لازم يكون عنده لابتوب. اه طبعا هقول دلوقتي ايوه يا مان ده بريميوم. اه بس هو الاثنين زي بعض، هو الفرق في الوقت، الوقت اللي بيقعد. الزر الاحمر ده لولو بتاع ان انت تقفلي الويندو بتاعت الزوم. اه طبعا دي كلها صور الزوم من اللابتوب. طبعا طبعا احنا هنأكد بس يا جماعه دلوقتي ان احنا بنقول ان انت عشان تشتغل كويس وتشتغل مظبوط لازم تجيب لابتوب، لازم يكون عندك لابتوب، مش هينفع معاك شغل الموبايل. الاصفر ده يا امان ده بيخلي الزوم ينزل تحت في البار، يعني ما يتقفلش لكن ينزل تحت في البار وبعد كده تدوس عليه يطلع تاني. والاخضر بيكبر وبيصغر اللي يعمل فول سكرين ويعملها مين سكرين. طيب بعد كده في زرار سيرش هنا بتكتب عليه، معلش ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. انتوا عشان تشتغل كويس لازم يكون معاك لابتوب كويس. طب خلصنا جزء السيرش ده اللي انت بتدور بيه على شخص، بتدور بيه على اي حاجه. نرجع تاني للشغل ده، انا خلصت الجزء اللي على الشمال، انا خلصت الجزء اللي على الشمال. تعال نبص بقى لحتة تانية. شايفين ده تيم تشات اللي هي الصورة اللي ظهرت في النص؟ ساعات كده زوم دخل، دي كانت حاجة جديدة ما كانتش موجودة خالص، ان هي ما كانش في حد بيعرف يعمل تشات اصلا على الزوم. لا ده دلوقتي بما ان بقى في بقى الزوم بيستخدم، عملوا للولاد ان هم يخشوا يضيفوا بعض على الزوم ويبقى يعملوا تشات ويلعبوا ويعملوا كل حاجه ويعملوا زوم ميتنج هم اللي هم عاوزينه. تقدر تبعت ايميل برضو. والهوم، الهوم ده الهوم بتاعك، لو دوست على الهوم هيطلع لك الاربع حاجات دول. تقدر تعمل ميتنج جديد، يعني انت عايز تعمل ميتنج دلوقتي بتدوس على الميتنج اللي هو البرتقاني ده وتروح عامل ميتنج وتبعت للناس اللينك وشكرا. اللي جنبه الازرق لو انت معاك حد بعت لك كود تدخله هنا وتدخل الباسورد يدخلك الميتنج برضو، اللي في حاله ان انت بتدوس على اللينك مش راضي يدخلك. اللي تحت ده بقى مهم جدا، رقم 19 ده، حد يعرف يقول لي سكيدجول دي اللي هي معناها ايه؟ بعمل بيها ايه سكيدجول؟ اه دي بقى اللي انا بعمل بيها ميتنجز من قبلها. تمام، بعمل ميتنج واثبته. يعني ايه؟ يعني انا عندي درس انجلش، تمام، عندي درس انجلش كل يوم الساعه 4 يوم الاحد، خلاص بعمل اللينك بتاعه بيفضل قاعد عندي ما بعملش. شكرا ياسمين محمد، بالتمام، ونيره وجيرمين وريهام، شكرا جدا، ونشوى كل الناس اللي بتجاوب. ايفنت، برافو عليك يا لولو. ده انا بثبت، يعني انا مثلا عندي ايه، يوم الاحد عندي درس ساينس، ويوم الاثنين عندي درس ماث، ويوم السبت والاربع عندي انجليش. خلاص انا بعمل لكل ماده لينك وببعتها للناس وبيبقوا مع الناس ويبقى لينكس مختلفه. ليه؟ لان ممكن لو انا عملت كل شغلي بلينك واحد طالب عندي هيخش يدفع ماده واحده ويحضر بيها كل الحاجات وانا مش دريان ولا عارف. فانا بعمل لكل ماده لينك مختلف، لينك مختلف كانها اوضه مختلفه مع نفس البرنامج. يعني انت تقدر تعمل يبقى عندك كذا أوضة مختلفة، كل أوضة أنت عارف مين اللي بيخش الأوضة دي. بعد كده شير سكرين بتبقى محتاج إن أنت تكون موجود جوه الميتنج نفسه. ده زرار الهوم، ده زرار الهوم بتاعنا، ماشي؟ طيب تاني زرار زي ما هو موجود كده فوق، زرار الميتنجز، الاجتماعات بتاعتك. بص أنا كان عندي كام ميتنج أنا مسجله على الشمال؟ عندي برايفت 23، وعندي زوم واحد وراه بتاع الميتنجز اللي بعملها مع المدرسين الاجانب، عندي زرار مش عارف بتاع ميتنج كونفرسيشن كورس، عندي كل ده ميتنجز انا عاملها سكيدجول. حلو جميل زي الفل، تمام تمام كده. طيب ايه الزراير دي؟ في زرار ازرق هنا مكتوب عليه ستارت، ده اللي انت بتبدا بيه الميتنج، واول ما تدوس عليه الميتنج بتاعك يشتغل. طيب انا وانا بشتغل كده اسماء رمضان بتقول لي، بعتت لي تقول لي فين اللينك بتاع الزوم، ابعت لي بسرعه. اروح داخل دايس هنا على كوبي انفيتيشن دي، واروح واخد لها نسخه من الدعوه بتاعه الميتنج واروح باعتها لها على طول، بمجرد ما تدوس عليه هو بيعمل كوبي. طيب انا عندي هنا في زرار اسمه ايديت، ده بعدل بيه، اقدر ازود اغير الساعه، اعدل الميتنج، اخليه ساعات تعمل انت ميتنج يكون ساعه واحده بس. حاضر الميتنج نفسه هوريكي حالا ما تقلقش.
بعد كده ديليت، انا خلاص مش محتاج الميتنج ده، كان عندي ميتنج لكلاس 1 4 والكلاس ده خلص وانا مش هديله، مش هديه تاني، فبشيل الميتنج عشان ما يعمليش زحمه على الفاضي. هنا حنان قالت لك انا عايز اعمل ميتنج من الاول، اعمله ازاي؟ تعال بص كده الاول، نشوف هنا في الكالندر، انا ممكن من خلال الزوم والميتنجز اللي انا عاملها اربط الميتنج بالكالندر او بالنتيجه التقويم بتاعي، وابعت، يبعت هو ايميلات الزوم وجوجل مع بعض، يبعتوا ايميلات للناس يفكرهم، يقول لك خلي بالك عندك ميتنج، عندك ميتنج النهارده بتاع مستر احمد. لو انت مسجل الميتنجز بتاعتك على الكالندر بتاعت جوجل هيبعت لك يقول لك النهارده عندك درس الساعه 8، هو يبعت لك ايميل بالكلام ده. ماشي، تقدر برضو لو انت عملت اللينك ده تستفيد منه، وده طبعا مهم جدا. دي حاجة جديدة لسه داخلة على زوم، الابس. قال لك اه انتوا بقيتوا تستخدموا زوم وبقى في خناقة زوم ولا نستخدم التيمز بتاعت مايكروسوفت وكده، راح عامل لنا دي، هتلاقي ليها زرار اهي، بص هو متعلم عندك اهو قبل الاخير اسمه ابس، تقدر تنزل بقى منه ابس كتيرة جدا تستخدمها جوه الزوم بتاعك. شوف انت بتحب مين، انت عندك كهوت اهو كمان، اهو كهوت، عارفين كهوت؟ مين عارف كهوت بتاع المسابقات الكويزز؟ موجود، تقدر تشغله على زوم لينك على طول، بدل ما تروح تطلع تعمل لينك جديد وحاجات زي كده. في تايمر هنا مهم جدا لازم تنزله، التايمر ده، التايمر ده هيخليك يتيح لك الفرصة. طبعا، كهوت جميل جدا، لكن يبقى اكتر منه، كلنا بنستخدمه طبعا يا دكتور، برافو عليك. ما انا قلت بقى الابس، انا مش بستخدم زوم على الموبايل بصراحة عشان خاطر مش لطيف ومش بعرف ان انا اعمله، ما اظنش، ما شفتش فيه زوم ابس على الموبايل، لكن لما اخلص هفتح واشوف واقول لك هرد عليك. تمام، التايمر ده مهم جدا لان شغلك لازم يبقى محكوم بالوقت، خلي بالك شغلك لازم يبقى محكوم بالوقت. تمام ماشي، احنا اتكلمنا على الموضوع ده خلاص، قلنا نيو ميتنج اهو والجوين وسكيدجول. تعال بص بقى سكيدجول، اللي كان بيسالني يقول لي انا اعمل ميعاد ازاي، انت بتدوس على سكيدجول بيطلع لك ده اللي قدام عينيك ده. تمام، اللي هيطلع لك ده بتكتب انت هنا العنوان، ما هو حضرتك بتنزلي الاب اللي انت عايزاه وهو بينزل بيتسطب، يبقى موجود بتدوسي عليه بيشتغل. طيب العنوان بتكتب هنا، بتكتب مثلا تالتة ثانوي، تكتب تانية ثانوي، تقبل الله مستر محمد، بتحدد ميعاده، والله هو مرة واحدة بس، خليكم بقى هنا عشان دي في حتة مهمة جدا معانا هنا، الديت والتايم، بتحدد امتى اليوم اللي يبتدي فيه الدرس ومن الساعة كام للساعة كام. هنا بص انا عامل من 9 ل 9 ونص، فهيخلص في نفس اليوم، ممكن يكون من 9 من 9 بالليل لاتنين تاني يوم، فيبقى هنا اليوم التاني هيتغير يبقى 8. طيب لا انا الدرس بتاعي ده والله كل يوم حتى الساعة 4، خلاص يبقى ريكيرنج اللي هي الاختيار التاني ده اللي موجود تحت 7-2 ده، ده معناه ان هو متكرر، يبقى تدوس عليه هيختفي الوقت ده. طبعا انت عندك هنا ميتنج اي دي، شايفين كلمة ميتنج اي دي؟ جنريت ولا بيرسونال؟ انا بفضل ان هو يكون جنريت الاولانيه، ان كل ميتنج كل درس يكون ليه لينك مخصص. البيرسونال ميتنج اي دي ده البيرسونال بتاعك، تقدر تستخدمه في كل حاجه، بس احنا اتفقنا ان احنا مش عايزين لينك واحد يضم كله. عايز تعمل باس كود للميتنج اللي هو 2679، ماشي، اللي وراها دي ويتنج روم هتكلم عليها مره تانية. الفيديو، هل انت حابب ان انت تسجل كل المحاضرات بتاعتك ولا لا، وحتى الناس اللي بتحضر معاك عايزهم يسجلوا ولا ما يسجلوش؟ تمام كده، طيب ماشي، ده كده بالنسبه لان ازاي تعمل انت ميتنج مع نفسك وتخليه متكرر او تخليه مره واحده زي ما انت عاوز. انا عايزك دلوقتي ثانيه واحده، انا فصلت الشاشه، عايزك دلوقتي تقف هنا كده، هعمل الفيديو، في لقطة فيديو
لقطة الفيديو دي بتقول هل انت عايزة تسجلي الفيديو، انت صاحبة البيت، هل انت عايزة تسجلي الفيديو او هل تحب ان الناس هم اللي يسجلوه؟ براحتك، هي ترجع لك انت عايزة تعملي كده ولا لا. لو سمحت لهم هيسجلوه، ما سمحت لهمش خلاص مش هيسجلوا. لا، الزوم كله بيسجل سواء كان فري او بفلوس، بس في حاجتين، في بيزوم على الكلاود يعني هو عندهم هم، او بتسجلي على الكمبيوتر بتاعك. طبعا الكلاود ليكي مساحه معينه، لو زادت خلاص ما بيسجلش، بيقولك مش مسموح، فتسجلي على الكمبيوتر بتاعك احسن وتبقى اضمن ان هي تبقى معاكي. طيب اتفضلوا، انا دلوقتي هنقف كده شويه دقيقتين للاسئله، اللي عنده سؤال يكتبه يقول. لا لا، الاوبشنز طالما الحاجه لسه ما جاتش ما تسالوش عليها، هي جايه خلاص، ما تقلقيش يا مستر هام ولا يهمك يا مستر انس حبيبي، الله يبارك لك يا رب. تمام، ها حد عنده سؤال في الحاجه اللي احنا خلصناها؟ اه اهلا يا فاطمه، كده كده المحاضره متسجله ما تخافيش. اللينك فين اللي بيبعته لحد؟ بما ان انا اللي ببعته، ده اللي احنا قلنا عليه، حد يقدر يجاوب السؤال بتاع حنان؟ بتقول فين اللينك اللي انا هبعته للولاد؟ لينك المحاضرة هبعته فين هو؟ مين يقدر يجاوب؟ ها؟ حد عايز يجاوب؟ ها؟ من كوبي لينك، كوبي انفيتيشن، بالظبط كده، هوريكي مكانها تاني. هقول حاضر يا شيماء. بصي، وانت بتعملي الانفيتيشن، بتظهر لك بعد ما تخلصيها، يقول لك انت عملت ميتنج، والميتنج ده يوم الاحد الساعه 4، وفي زرار هتبتدي وزرار كوبي انفيتيشن، بتدوس كوبي انفيتيشن خلاص بقت معاكي، عملت كوبي. طيب تمام ماشي، حطينا لكم برضو تاني في الشات الفيسبوك بتاع البيج والواتساب جروب للمدرسين، عشان الناس لسه داخله تقدر تخش هنا، بنعمل محاضرات وتدريبات وكده للناس. طيب ماشي، نرجع تاني، خلصنا أسئلة عن الجزء ده. لينك ثابت، مس إيمان بتقول عايز أعمل لينك ثابت، مين يجاوب؟ مين يجاوب معانا؟ عايزين نعمل لينك ثابت، مش كل مرة هقعد أعمل لينك مش فاضي. هتلاقي إحنا هنعيد على الحتة دي تاني، عشان أنا عارف إن هي حتة يعني إيه محتاجة شغل شوية. بصوا كده يا جماعة، بص كده اهي، هنا دي جنريت سوري سكادجول ميتنج، اللي هو انا عايز اعمل لينك. نركز مع بعض في الحته دي لو سمحت، عايز اعمل لينك، معلش بس هو عيب من عيوب الماك بوك الزفت اللي انا بستخدمه دلوقتي، ان هو مش بيظهر لي الماوس فين، مش بيظهر الماوس فين، فمش عارف اشاور لك بالماوس، الماوس بيجري مني. بصوا معايا، في توبيك مكتوب وين وين اكاديمي صح؟ اه، بعد كده ديت اند تايم، ده لو انت هتعمل محاضره لمره واحده، تحتها كلمه ريكارنج، تحت كلمه 7 2 20 23 من الشمال، ريكارنج دي لو انت دوست عليها دي هتبقى الميتنج كل يوم حد في نفس الميعاد، هيبقى جاهز وشغال. تمام كده؟ وفي حاجه تانية اصلا انتم ممكن ما تكونوش عارفينها، وان انت طالما بعت لينك للولاد، كل ما تفتح اللينك المحاضرة تفتح عادي عادي جدا، انت طالما فتحت اللينك خلاص، فعشان كده لازم تعمله ريكارنج، لان لو عملته مرة واحدة ما دوستش على دي اللي هي ديت اند تايم بعديها تاريخ، تالت واحدة هي دي الريكارنج المتكررة، لو ما دوستش عليها هو اللينك بيتعمل مرة واحدة وبيختفي. تمام كده ماشي. طيب خلاص كده النقطة دي، تعالوا نبص بقى في البار اللي احنا بنتكلم فيه على اليمين خالص، هجيبه لكم من هنا اهو، شايفين؟ ثانية واحدة، فين هنا؟ ثانية واحدة بس، هعمل حاجة تانية عشان تبقى الدنيا كلها مظبوطة. طيب انا اتمنى ان ما يكونش حد دلوقتي عنده اي سؤال، لو حد عنده سؤال في الجزء اللي فات ده قوله، عشان احنا ممكن تكون انت مستخدم جديد للزوم فتبقى معلومات عليك كتير، فلازم تسأل وتشوف امورك عاملة ازاي.
تمام، ما حدش عنده سؤال. كويس. بص يا سيدي، شايف هنا على الشمال في أول واحدة خالص، في اللي في النص سوري، عندك إيه؟ تيم شات، ميل، هوم، ميتينجز، كالندر، كونتاكتس، أبس، وايت بورد. ده في تاني واحدة. إحنا القطع إيه معلش يا شيماء؟ فقولي لي قطع إيه اللي أنت عايز تسأل عليه؟ القطع اللي هو 40 دقيقة يعني ونخلص. هقولها كمان دقيقة، هقول كمان دقيقة. بصوا آخر صورة تحت يا جماعة، الكبيرة دي، بعد كلمة وايت بورد هنا في جرس، بعد كده حاجة، بعد كده صورتي أنا، وتحتيها دايرة كده اللي هي السيتنجز، اللي هي السيستم يعني. إحنا هنتكلم في دي دلوقتي، في الصورة بتاعتك، البروفايل بتاعك ده. بص كده، هنا لو دوست على الصورة بتاعتك، لو دوست على الصورة بتاعتك بيظهر لك، شايف الكلمة اللي مكتوبة بالأحمر اللي هي لايسنس دي؟ دي معناها إن الأكونت ده مدفوع. اللي كان بيتكلم بقى الزوم في أول ما طلع هو كان بيعمل 40 دقيقة، آخرك 40 دقيقة. لو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المايك أنا قافل، ربنا يخليك يا مستر، تسلم يا رب، ربنا يبارك لك، جزاكم الله كل خير يا جماعة. الزوم تطوره ان هو كان اول لما طلع كان بيديك 40 دقيقه بالظبط يروح قافل. لما الدنيا زنقت وبقى في كورونا والناس كلها بتستخدم زوم جدعانه كده، بعض الاكونتس كانت بتقعد شغاله ساعتين وثلاثه عادي وكان رخيص. لكن هو دلوقتي حالا بقوا يعني ايه، عارفين، لقوا ان هي كله عمال يتصارع ويحارب، فقال لك خلاص هو 40 دقيقه شكرا، مفيش بعد كده دقيقه، وقبلها ب5 دقايق يقول لك خلي بالك الدنيا هتقطع، فانت لازم تشترك. طب اشتراكه كام؟ اشتراكه ب15 دولار في الشهر. 15 دولار في الشهر لو عملتها بالسنه بتقف عليك حوالي 150 دولار. طبعا الدولار ب 97 الف جنيه، يعني انت بتتكلم في مبلغ برضه، في مبلغ معايا. فالموضوع تقيل شويه لو واحد ما عندوش شغل كتير، بس ليه حل يعني، اللي عايز حل يبقى ابعت لي وانا اقول له. طيب ماشي، يبقى انت لو عندك كلمه لايسنس دي اللي هي بالاحمر، في وين اكاديمي على يمينها كلمه، الكلمه دي هي اللي بتقول لك ان انت الاكونت بتاعك مدفوع او مش مدفوع. بعد كده الايميل اللي انت داخل بيه، بعد كده انت حالتك عايز تبقى ايه، عايز تبقى ان افيلبل ولا لا، ما تزعجنيش انا بشتغل ولا لا انا مش موجود. بعد كده السيتنجز، السيتنجز اللي تحت دي اللي في الصوره السوداء رابع كلمه من تحت دي، بتوديك على حاضر، بتوديك على صفحه اللي هي زوم دوت يو اس. زوم دوت يو اس في كل الاوبشنز اللي انت عايز تخش عليها. لو انت كتبت كده زوم دوت يو اس ودوست انتر وحطيت الايميل بتاعك والباسورد بتاعتك، هيفتح لك ويب بيج عادي جدا كانك بتستخدم فيسبوك، وتقعد بقى تنقي وتظبط السيستم بتاعك، وعايز تعمل ايه وما تعملش ايه، ده الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. وعايز تعمل ساين اوت، عايز تروح على سويتش اكاونت، عندك اكاونت تاني مش عايز تستخدم ده، عايز تستخدم التاني براحتك. تمام. طبعا بقى الدايره اللي هي السيتنجز، اللي هي الدايره اللي تحت صورتك على طول دي، اللي فيها تظبيطاتك كلها زي ما انت شايف قدامك كده، دي انا هسيبها لك انت بقى مع نفسك. انت عايز الفيديو يبقى عامل ازاي، عايز الصوت يبقى عامل ازاي، عايز باك جراوند ولا مش باك جراوند، دي هتتقال برضو كلها حاجات دلوقتي، كل ده انت بتظبطه مع نفسك وتشوف انت عايز تعمل ايه. بص كده، ده الميتنج بتاعنا دلوقتي، ده اللي احنا داخلين فيه. انا هو على اليمين وكان معايا مدرس وقت ما كنت باخد الصور دي. طيب واحدة واحدة، البار من تحت، الزوم من تحت، طبعا لو انت بصيت على الزوم بتاعك من تحت مش هتلاقيه فيه كل الحاجات اللي موجودة دي، مش فيه كل ده. ليه؟ لان انت ضيف عندي. الزوم عامل زي ما تعزم ناس في بيتك، لما تعزم ناس في بيتك انت صاحب البيت، انت اللي تقول يحصل ايه ما يحصلش ايه، انت اللي تقول مين يقوم مين يقعد مين يتكلم. عشان كده انا اسف ان انا قطعت عنكم الصوت عشان اقنعكم ان انا صاحب البيت، محدش هيتكلم الا لما اكون انا عاوز يتكلم. انت كمان نفس القصه، لما اكون انت صاحب البيت انت هتتحكم في مين يتكلم ومين ما يتكلمش. شايف حد دلوقتي اللي هي استاذ سهير بتقول لك لا 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 انا هعرف اتكلم وهكتب له في الشات، ماشي صح؟ صح يا مس سهير، مش حضرتك بتقولي كده؟ انا هكتب في الشات. طيب جميل،
حلو، تعالوا نبص كده واحدة واحدة مع بعض نشوف في ايه. أول حاجة أنا جبت البار من تحت كبرته شوية. تحت على الشمال بص على الزوم بتاعك أنت، هتلاقي الاتنين دول موجودين، علامة الكاميرا وعلامة المايك. أنتوا قافلينهم الاتنين، فهتلاقي خط أحمر. أنتوا قافلين أنا قافل عليكم المايك، وأنتوا قافلين الفيديو بتاعكم محدش مشغله. تمام. انت دايما طبعا وانت شغال وانت بتحضر محاضره تخلي بالك لا يكون ايه، لا يفتحوا، لان هم بالذات الموبايل تاتش فتحصل مشاكل. انا هقول يا اميره كل حاجه، انا ماشيلكوا واحده واحده. دول بتوعنا، المايك ده والفيديو ده بتاعنا. طبعا انا لو بصيت عندي هتلاقي المايك مفتوح وعمال يدي علامات خضراء عشان انا بتكلم، والفيديو مفتوح عشان انت لازم تشوفني. لو حد فيكم بيشتغل اونلاين وقافل الكاميرا، لا ما ينفعش. بالظبط زي كده، بص كده يا دنيل على الماوس ده. لو انا قفلت الكاميرا دلوقتي انت المحاضره بتاعتي هتقل حوالي 60%. انت مش شايفني، مش عارف انا بكلمك وانا فرحان مبسوط، بكلمك وانا صاحي، بكلمك وانا نايم عايز اشرب نسكافيه، ماشي؟ بكلم عادي في المحاضره مفيش مشكله خالص عندي. يبقى دول. كان في مش فاكر مين بصراحه، اختنا سالت قالت هو انت جايب صوره الباك جراوند دي منين؟ انت عندك دلوقتي في الفيديو دوس على علامة راس المثلث الصغيرة دي، هتديك شوية اوبشنز تقدر بيها. انا هعملها انا دلوقتي اهو عندي، لا حول ولا قوة الا بالله يا رب. اهو بص انا قفلت الكاميرا بتاعتي وانا بتكلم، هتحس ان انت مش مبسوط. تمام. طيب في زرار صغير عندك، لو دوست عليه هتلاقيه بيقول لك عايز تخلي صورة الباك جراوند بتاعتك مش مبينة أي حاجة. طبعا مشكلة من مشكلات الأونلاين عندنا إن إحنا وإحنا بنتكلم فجأة ممكن أختك تعدي بشعرها، أخوك يعدي بالفانيلا الداخلية عادي بقى، ما كل واحد في البيت يعني، فكل واحد بيعمل اللي هو عاوزه. فدي كلها إحنا هنتجنبها باختيار الباك جراوند دي اللي إحنا عملناها، عشان أنت كده كده لازم تبقى فاتح الإيه الكاميرا بتاعتك. طيب تمام ماشي. طبعا انت بتفتح وبتقفل حسب ما انت الهوست ولا الجست ولا ايه. خلصنا اول اتنين دول، تعالى بص في اول واحده. اول واحده دي هتلاقي علامه زي الدرع كده، ده السكيورتي بتاعك، ده لازم تكون انت مظبطه كويس قوي. بص معايا كده، لو انت بصيت عندك مش هتلاقي علامه السكيورتي، اللي انت ضيف، انت مش صاحب البيت. السكيورتي اهي، لو بصيت على اول بار من عندي هي تالت واحده علامه الدرع دي. الخلفيه بتدوسي على الكاميرا، الكاميرا بتاعتك في جنبها سهم صغير دوسي عليه، هتلاقي اوبشنز كتير. عايزه تحطي صوره، عايزه تحطي باك جراوند، طبعا في ساعات في شويه لابتوب ممكن مش بيدعم الكلام ده، فمش هتلاقيه يعرف يجيب لك الحاجه، لازم يكون لابتوب كويس شويه. تمام. لقيتيها يا مسمان؟ ممكن تجرب واحنا بنتكلم كده سريع، بس طبعا لازم تشتغل كتير على فكره على الزوم عشان تبقى بيرفكت يعني. طيب السكيورتي، طيب الحمد لله. الخلفية من الكاميرا يا مس سهير، دوسي على الكاميرا في سهم صغير دوسي عليه. هتلاقي موجود، هتلاقيها موجود. مس نورة بتقولك دوسي على المور. السكيورتي هوريكي دلوقتي، هوريكي يا ريهام، مهم جدا. مش ما تقوليش فايدته ايه، ده مهم جدا جدا جدا، هقولك ليه. شكرا نورا، بتقول لك ان في مور في التليفون هتلاقي عليها الاوبشنز دي موجوده. طيب تعال نبص مع بعض كده، دوست على السكيورتي طلع لي الاوبشنز دي. دلوقتي بقى في اوبشنز اكتر منها موجوده، لا تمام هي هي. بص يا استاذ، اول واحده دي موجود جدا، لا اللابتوب يا مس مريم حسب استخدامك. بصوا يا جماعة، اللابتوب حسب استخدامك، انت بتستخدم كتير جدا يبقى اتش بي، اتش بي حمار شغل، راجل رقيق وشغلك لطيف. طبعا لو ربنا كرمك وتقدر تجيب ماك بوك معاك 100,000 جنيه يعني مستغني عنهم، هات لك ماك بوك وعيش حياتك، مش هتغيره الا بعد 20 سنة لما يجي يورثوهم هيغيروه. الدنيا لطيفة يعني، عايز حاجة بتشتغل كتير وتقدر تفضل شغالة، ده اتش بي معروف. الدل واللينوفو والحاجات دي كلها بتبقى حاجات رقيقه بتستخدمها شويه وبتريحها شويه، بس اتش بي هو اللي حمار شغل. الكاميرا لا يا اميره، لا الكاميرا مهمه والنور مهم، كل دي حاجات بتاثر على الكواليتي بتاع التيتشنج يا جماعه، لازم ناخد بالنا منها كويس جدا.
طيب بصوا كده للسكيورتي، ركزوا معايا بقى عشان تعرف. انا هبدأ من فوق لتحت، من فوق لتحت. لو انا راجل صارم جدا ومواعيدي مية مية، الله يخليك يا مس حنان، لو انا صارم جدا ومواعيدي مية مية، بعمل لاك ميرينج. اول واحدة بقفل الميتنج، يعني بقول الدرس الساعة 9، 9 ودقيقة ما حدش هيخش، فلو دوست على دي اي حد هيجي يخش مش عارف يخش. بس طبعا دي لا ما نستخدمهاش. ممكن تقولي في الشات احنا مش هنستخدمها ليه؟ انا راجل عايز افرض النظام والسيطرة على الكورس بتاعي، فمش عايز يجي حد بعد الساعة 9، ليه مش هنستخدمها؟ اقفل الناس مني، ماشي تمام. ها وايه تاني غير ان انا اقفلهم؟ احنا في مصر، الله عليك يا ياسمين، والله صح احنا في مصر يا جماعه، لا في نت ولا في كهرباء، فصلوا على النبي كده، بلاش بلاش الشغل ده. تمام كده، ايوه، برافو عليك، احنا بنموت في التاخير، صح، برافو برافو برافو، شاطرين. طب ما انتوا عارفين كل حاجه وما شاء الله، والنت بيدخل وبيخرج، صح يا سو، النت بيدخل وبيخرج، يعني كان موجود معانا في المحاضره فجاه سقط وقع، ما نعرفش راح فين، شوية وهيرجع. مش كده لو قفلت الميتنج هقرف نفسي، لان كل شوية هيبعت لي على الواتساب، انت يا عم يا عم انا مش عارف ان انا ادخل الميتنج، تسيب المحاضرة وتقول ثانية واحدة يا جماعة، تروح رايح فاتح لي البتاع وبعدين ترجع تاني، فرايح دماغك وما تعملهاش. ايوه برافو عليك يا سوير، صح. طبعا اصلا كل اللي بيتكلموا دول اساسا داخلين المحاضرة 9 ونص اساسا، يعني مش عايز اتكلم، خليني ساكت. تاني واحدة مهمة جدا بقى، تاني واحدة نعمل كده، طبعا جامدين جدا يا لولو، طبعا صح صح كده. تاني واحدة خد يا موشو، هات لي المايك. تاني اختيار ده مهم جدا، اللي هو انيبل ويرنج روم. غالبا ممكن تعمل ويتنج روم. الويتنج روم يا جماعة هي زي الريسبشن كده في الفندق، تقول له استنى حضرتك انا لحد ما ادخلك الأوضة بتاعتك. مهمة؟ اه مهمة. مش مهمة؟ ايوه مش مهمة. ازاي انت هتجنني؟ هي مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة لو أنت متأكد إن في ناس هتخش تقرفك وتطلع عينك وتخرب لك المحاضرة، فبتعمل ويتنج روم وأنت تنقي، أدمت موافق إن أنت تخش، أنت بره موافق، بره بالشلوت كده. ده المفيد في الويتنج روم. كان في مرة كنت عامل، كان ساعة الكورونا بالظبط، ساعة الكورونا كانت الدنيا خربانة ومحدش فاهم حاجة، فكان ربنا كرمني شويه ان انا اتعرفت على مدرسين اجانب كتير وناس كتير، وعملنا محاضرات للمدرسين وجبنا اجانب بيتكلموا وكده. وفي مره من المرات دخلت حد من مدرسه هنا في مصر امريكان يتكلم على الامريكان سيستم، لكن للاسف اللابتوب او السيركل بتاعت المدرسه كانت مخترقه، فدخل ناس، يعني حد عمل هاك عليهم وبعدين دخل المحاضره. انا وانا قاعد زي ما انا قاعد معاكم كده، عين على الشات وعين على المحاضرة وعين على اللي أنا هقوله وعين مركزة 9000 عين. فجأة شايف في المحاضرة، بص أنتوا عندنا ناس أهو، عندنا آخر 3 كاتبين لولو وأمل وسهير، لولو وريهام وسهير. فجأة لقيت مثلا ريهام منزلة كمية شتايم معرفش جاية منين، ولولو عمالة تكتب، وناس كتير إيه يا جماعة الناس دي، لا الناس دي مش بتعمل الكلام ده، لحد ما فهمت إن في حد بيلعب، في حد دخل وهاك كده. رحت عامل ريموف ريبورت، ماشي هقول لكم عليهم دلوقتي، عملت ريموف للشخص ده ورميته بره، وبعد كده عملت ويتنج روم، لأنه كل ما اعمل له اوقفه يرجع، لحد ما اتعمل ويتنج روم فبقى يحاول يدخل ما يعرفش. فالويتنج روم مهمة في حالة ان انت تتعرض للهجوم، مش بتعرض للهجوم وراجل على قد حالك، الحمد لله احمد ربنا، شكرا وباي باي. تمام طبعا انت ليه تاخد بروفايل بيكتشر؟ مش م... يعني مش مستحب، انت راجل مدرس وقيمتك في الدعايه اللي انت بتعملها لنفسك، فحط صورتك واشتغل عادي، يعني ما تخافوش، بالذات الستات محدش هياخد صورتك يعمل بيها حاجه، يعني الصور مليانه عن انت اصلا. طيب ماشي، تعالى بقى للي جايين دول، ركز معايا. انتوا شايفين النص التاني اللي هو allow participant، اللي فوق دول بتوعنا، بتوع صاحب البيت، اللي تحت بتاع الضيوف. مركزين صح؟ قولوا لي أول حاجة في اللي تحت إيه؟ بتاعت الـ participants، أول حاجة مكتوبة إيه؟ برافو أميرة، أسرع، برافو، شكرا سهير، شكرا مي، أيوة كده عايزين الناس تصحى وتكتب بسرعة، عود الولاد على السرعة، شير سكرين، برافو يا نيرة، صح. أول واحدة شير سكرين، ردوا عليا،
شير سكرين يعني كل واحد فيكو، انتوا اهو قاعدين، كل واحد فيكو يشير، يعمل شير للسكرين بتاعته هو، بتاعت اللابتوب وبتاعت الموبايل. هل ينفع انا كتيتشر عندي محاضرة ان انا اخلي الاولاد اعمل لهم شير سكرين؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ها قولوا لي ايوه ولا لا. قولوا لي ايوه ولا لا. منى ومي اول اتنين قالوا لا، ونيرة قالت لا. لا لا نسكافيه بس. ها غادة قالت لك انتوا كلكم بتقولوا لا، انا غيركم خالص، انا هقول ايوه. ها تمام حلو، الاختلاف جميل. لا هو بص يا سو، انت هتاخدي سكرين ماشي، لكن تعملي شير لينك لحاجه عندك على اللابتوب او على الموبايل؟ هو ده السؤال. انت خد سكرين زي ما انت عايز. حاضر يا لمي. يعني بص يا لمي، انت قاعده دلوقتي مشغله اللابتوب بتاعك، هل تقدري تعملي شير سكرين؟ يعني هل تقدري تقفلي الشير سكرين بتاعي وتعملي انت شير بتاعك؟ اه صح كده يا جنمين. لا احنا قلنا النص اللي تحت بتاع الولاد مش بتاعك. تمام بصوا كده، انا معلم لكم صح على شير سكرين، بس انا مش عاملها. لو حد فيكم حاول يعمل شير سكرين مش هيعرف. لو حد فيكم حاول يفتح السكرين بتاعته، بتاعت اللابتوب بتاعته وهو شغال، يعني اتوقع كده مثلا ان هقول جرمين بما انها جارتي ومش هتزعل مني، انا بشتغل وجرمين عايزه تضرب لي المحاضره، فراحت مشغله كرتون على اليوتيوب بتاعها وعايزه تعمل شير سكرين عشان الناس يحصلها ديستراكشن، مش هتعرف لان انا قافل الشير سكرين. طب امتى افتح الشير سكرين يا شباب؟ انا مدرس عايز افتح الشير سكرين، يلا بينا. والله شغالي ماشي احسن اصلا من الزوم ومن النيله اللي احنا بنتكلم فيها. ها بنا مستر خلف حبيبي، الحمد لله على السلامه. عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ منور والله. سؤالنا يا مستر خلف دلوقتي، امتى اخلي الولاد يعملوا شير سكرين، اخليهم يعرضوا السكرين بتاعتهم؟ ايوه برافو جدا يا نشوى، صح. اي برافو، انا اديتهم شيت وبيحلوه وديكتيشن. برافو يا نشوى. نشوى ولولو ومين تاني؟ واه هما الاثنين هما اللي جاوبوا اخر ثلاثه. انا عملت حاجه، اديت ديكتيشن او املا او بعت شيت وبيتحل وعايز اشوفه، وهم حالينه عندهم على اللابتوب. يلا حلو كده، او لما اديهم تاسك. برافو يا لميا، عايز اتفرج على البرودكت بتاعي، فيروح كل واحد عامل شير سكرين فانا اتفرج ورا بعض كده، ده تمام صح كده. طيب تشات، انا فاتح لكم التشات وكلكم بتكتبوا، كلكم بتشوفوا اللي بتكتبوه صح كده. طيب معلش خلينا بقى ايه، انا هقفل الشير سكرين ماشي. بصوا معايا كده في التشات، كلكم شايفين التشات بتاعكم صح؟ ردوا عليا، كلكم شايفين؟ ايوه انا اول واحد هكتب، كلنا شايفين التشات. طيب كلكم شايفين اجاباتكم؟ ردوا عليا ايوه او لا. كلكم شايفين الاجابات بتاعتكم؟ كلنا شايفين الاجابات بتاعتنا. طيب ماشي حلو جدا، حلو جدا جدا ماشي برضو ماشي برضو حلو. طيب ممكن تكتبوا لي حاجة دلوقتي؟ اكتب اي حاجة، انا هقول سؤال وانتوا حلوه. مين اكتر واحد مركز معانا في المحاضرة؟ ايه ده، جرمين كتبت، حد شاف جرمين؟ وايمان بتقول لكم انا، حد شاف جرمين؟ وانا ايمان بتقول انا، مي بتقول انا، حد شاف مي بتقول انا؟ لا محدش شاف. الله انا اكتر واحد مركز، مين ده اللي بيقول؟ شكرا يا نشوى والله ربنا يبارك لك. كل واحد فيهم قال انا، مفيش غير نشوى اللي قالت انت اكتر واحد مركز، ربنا يخليك. نورا بتقول لك انا اي دونت نو. طيب يبقى انا بقدر اتحكم؟ لا لا، هو قاعدين في البيت، قاعدين في البيت. ايوه يا ياسمين صح، انا بس اللي بشوف الحاجه. لولو انت شايفه لولو الكلام ده؟ ايوه، يبقى انت ممكن في اي لقطه تخلي ان انت بس اللي تشوف الشات والحاجات اللي مكتوبه، دايركت مسج. برافو عليك يا مي. طب ممكن نقول انا امتى استخدم دي، امتى استخدم الاوبشن ده؟ انا عايز بس انا اللي اشوف الاجابات. حالة الكويز أو حالة أسأل الطالب، تمام جميل، لما أسأل سؤال صح يا لولو.
برافو. اكون مش حابه احرج حد، برافو. لما اكون هعمل اختبار او تقييم، برافو برضو. طيب ماشي، شكرا، نوقف الاجابات. بصوا بقى تحت في الزوم الجديد، وانت فاتح التشات تحت خالص هتلاقي فيه 4 اختيارات: فورمات، انت عايز تكتب الكلام بيبقى عامل ازاي، تغير تحط كلام تحته خط، تعمل مش عارف ايه، كلام لطيف وده جديد، كل ده جديد. عايز تاخد سكرين شوت من التشات، ماشي. عايز تبعت فايل، ماشي، كل ده في التشات. عايز تبعت، تقول اهو انا هبعت لكم، اهو هبعت لكم، انا هبعت لكم حاجه بسمايلي فيس وحركات اهو. وفي 3 نقط، ال3 نقط دول، ال3 نقط دول في التشات من تحت، هم دول اللي يحددوا الاجابات تروح فين. هل الاجابات هتروح لكل الناس زي ما كنا شغالين من شويه، ولا الاجابات هتروح لك انت بس، انت والكو هوست اللي شغال معاك، ما انت ممكن يكون معاك اسيستنت ففي ناس بتخش تساعدك. طيب اللي تشات يروح لإيفري ون زي ما انا عامل كده، إيفري ون اهو، اللي تشات رجع تاني، اكتبوا كده اي كلام، هتلاقي ان كل الناس شايفة كل الناس. ماشي، ايوه تمام. طيب زي ما انت قلت بالظبط، انا بعمل التشات بابليك، بخلي الناس كلها تشوف، في حالة ان انا اكون عايز ان الناس تشتغل عادي وكله يشوف اجابة بعضه. ليه؟ اصلا عندي كام سؤال كده رخمين، وانا متأكد ان ايمان وسمر مش عارفوا يجاوبوا، بس لما يشوفوا اجابات زمايلهم يجاوبوا. وانتوا مش ب... وانتوا بتدوا اونلاين، تلاقي واحد عمال شغال صدى صوت، يعني ريهام زيد كتبت انا رحت الاهرامات، راح هو كاتب انا رحت الاهرامات، وبيكتب زي ما هم كاتبين بالظبط. ايوه تمام صح. اه فانا بشغلها بابليك لما احب ان الناس كلها تكتب ويغشوا من بعض عادي عشان اشغل الدنيا. طب امتى اخليها بس انا اللي يوصلني؟ لو انا عايز اختبر الناس اشوف مين فيهم فاهم مين مش فاهم، او ان انا اكون هعمل حاجات كده وعايز اعرف مين بيجاوب ومين مش بيجاوب، او اكون عايز في عندي أزمة. يعني مرة مثلا في أول لما ابتدى الأونلاين خالص في وقت الكورونا، كنا شغالين مع أكاديمية أونلاين والله العظيم بجد. وبعدين إيه، يعني أنا كنت بحضر، مش كنت أنا التيتشر، بس أنا كنت شغال، يعني كنت أنا الاتش او دي، أنا اللي ماسك الإنجليش، فداخل بشوف وعدد كبير والله العظيم. ثالثة ابتدائي وانا باصص في الشات، المدرس مش باصص في الشات. ما دي مصيبة ان انت تشغل الشات وما تبصش فيه. هو بقى واحد اسمه يا تقى، انت فين يا تقى؟ الحصة شغالة والتيتشر شغالة وعمالة تسأل وعاملك شغل كويس. انا والله بحضر عشانك يا تقى. يا تقى طب بصي، طب ردي عليا يا تقى. هو سايب ام الحصة والتيتشر والناس بتجاوب، وهو بس ما بيعملش حاجة غير ان هو يقول كده. ده ميزة الشات يكون للهوست بس، ان محدش هيشوف الهبل والعبط اللي بيتكتب ده. طبعا لو عملت الشات ممكن تعمل الشات. لا ما ردتش والله يا منى للاسف، يعني ما اعرفش ليه، ربنا ما كانش شايفه باين او ما كانتش مركزه. بقول لك كان في حوالي 150 واحد الحصه، تمام، كان 150. انت تقدر، اه طبعا انت تقدر تخلي الشات الناس تكتب لبعض برايفت، وده طبعا ما تعملهوش لان ممكن ناس تخش تشتم ناس او ناس تخش تغشش ناس، فانت خلي الشات ايفري ون مش بابليك، برايفت مش برايفت سوري. وفي ميزه تانية بقى، في ميزه تانية ممكن انت تشغل الشات يكون ليك انت بس، وتسالهم اسئله ويعكوا. يعني مثلا ايه، استني كده، لا انا عامله ايفري ون، ليه عامله دايركت؟ استنى هعملها، حاضر هغير. هو الاجابات مش بتظهر لكم كلكم؟ اه هي، ما انا مختاره بس مش عارف ليه عامله كده. ثواني بصوا كده، انا منعت الشات خالص، محدش هيعرف يكتب اي حاجه. حلو كده، اه طبعا الاختيارات بتكون انت اللي بتختاريها يا لميا مش حد. اكتبوا كده، طيب كده بقت ايفري وان عادي صح، انت اللي هتغيريها. ايوه انت اللي هتغيريها مش هم، هم ما عندهمش، انت صاحبة البيت.
محدش غيرك يعمل حاجة. هي أمان عندك أنت، بترجعي أنت ومنى. أيوه أنتوا بتبعتوا لي أنا بس، أنتوا بقى من تو عندكم في الشات اكتبوا تو إيفري ون. أيوه، ما هو أنت أنت بتتحكمي تبعتي لمين، لكن أنا بقول على الشات عامة للناس كلها. نورا لو سمحتي خلي الشات فور إيفري ون، يعني أنتوا خلوه تو إيفري ون عشان كله يكتب. تمام أيوه كده من سن تو. ممكن في فايدة كبيرة قوي للتشات للهوست بس، ايه هي بقى؟ ان انا ممكن اعمل تشات للهوست بس وحد يجاوب غلط ما يتحركش زي ما انتوا قلتوا. كلكم تبعتوا لبعض ما يتحركش زي ما انتوا قلتوا، وكمان ممكن اشجعه. يعني مثلا مرة كنت شغال وحد دخل شتم، بس انا عامل تشات للهوست بس، فانا بكتب اقول ايه؟ لولو ما شاء الله، لولو بتقول ان انا جميل وان انا شاطر، شكرا يا لولو. هي بتشتم، لولو بتشتم، بس لولو بتقول ان انا جميل وشاطر، شكرا يا لولو، ربنا يخليك يا رب وانت كمان. ما انا مش هينفع اقول له بقى انت بتشتم، انا عامل تشات ليا انا بس، فانا اللي خدت شتيمه خلاص شكرا. لان انت برضو معرض ان حد ممكن يخش يغلس عليك او يرخم عليك او الحركات اللي مش لطيفه. طيب احنا خلصنا كده للتشات، لحد كده خلصنا للتشات. تمام تعال نشوف عندنا ايه تاني. سوري سوري، هنا بص كده. طبعا هنا في شوية اوبشنز مهمة بعد التشات. هنا زي ما انت شايف على الشمال رينيم ذيم سيلفز. ساعات الولاد تختار اسامي مش لطيفة، فانت ممكن تقفل القصة دي. لو انت عملت رينيم دي شلت علامة الصح من عليها، محدش هيعرف يغير اسمه، وانت اللي تكتب الاسم بتاعه المظبوط. خباك احنا بنتكلم في قصة ان يكون عندك 20 واحد مثلا ماكسيمم. تمام طيب اميوت ذيم سيلفز دي انا شايلها من عندكم، عشان كده محدش فيكم عارف ايه، محدش عارف يدوس على المايك ويتكلم. طبعا انا طبعا يعني مش بذلكم ان كل شويه اقول لكم ما حدش عارف يدوس على المايك وبيتكلم، لا انا بعرض لكم بس ازاي تقدر تستخدم البرنامج ماشي عشان ما حدش يفهم غلط. طيب ستارت فيديو، ممكن الناس انت ممكن تخليهم ما يفتحوش الكاميرا بتاعتهم اصلا، ما يعرفوش يفتحوها. لا لا يا سهير، لا يا سهير ما تفهمنيش صح يا سهير، لا 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 خالص مستحيل. لا انا بس بوريكم ان انتوا لما تكونوا اصحاب البيت لازم تبقوا شريرين. شكرا شكرا شكرا. المدرس الكويس هو اللي كلامه يوصل على طول، انتوا كده طمنتوني ان انا كويس الحمد لله، شكرا يا جماعه. طيب بعد كده في عندي في ريكوست ريكوردنج، ما كانتش موجوده دي جديده، ان هو بيطلب منك ان هو يسجل الحصه عشان يذاكرها بعدين، انت تسمح له ولا ما تسمحلوش. واخر واحده خالص لو انت عايز تشغل الابس وانت شغال. اخر واحده دي بقى مهمه جدا اللي بالاحمر، عشان كده هي بالاحمر. انا دلوقتي وانا شغال جيرمين اللي هي جارتنا قالت لك ايه، هو انت هتشتغل اونلاين؟ والله ما انا مخليك تشتغل اونلاين. هوب قعدت تبعت في كلام مش لطيف، رسائل مش لطيفه، عماله تغلس، عماله تعمل حاجات، تفتح المايك وتقفله، تروح انت دايس بالظبط كده على السسبند دي وتختار ان انت اما تطلعها ريموف او تعمل فيها ريبورت. كمان الزوم تقدر تعمل ريبورت في اكونت بيخش يغلس عليك، مش انت اللي هتقطع الكهرباء، تقطع لوحدها مش محتاج. تمام كده يا جماعه، يبقى تقدر تعمل ريبورت وتقدر تعمل ريموف من الميتنج. ولو عملت ريبورت وريموف تقدر، هو مش هيعرف يخش معاك تاني في الميتنج. طيب خلصنا كده موضوع التشات. نيجي بقى دي مهمه جدا 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 ولازم تستخدموها دلوقتي، جنب الريموف في زرار كده عليه سمايلي فيس وتختار ده بقى، انت لازم تشغله، انت شخصيا لازم تشغله ولازم تخلي الطلبه بتوعك يشغلوه. يعني ايه؟ احنا قاعدين وانت بتدرس ومعاك 15 واحد في الميتنج، التشات هتلاقيه في النقط، في 3 نقط في الاخر او في مور، دوسي عليهم هيطلع لك تشات، دوسي عليه بيطلع لك السمايلي فيس ده الرياكشن. طيب انا دلوقتي بنتكلم، سهير قالت معلومه حلوه جدا، بقول لكم يلا يا جماعه سقفوا لسهير، يلا لو سمحتوا سقفوا لسهير دلوقتي بعد اذنكم في التشات. اختار الاوبشن او البتاع دي واعملها.
برافو لاميا، برافو. طبعا انا عندي لاميا بس اللي باينه هنا عشان انا قافل وزي ما قلت لكم كده. تمام. طيب حد عمل جمله حلوه، حد عمل اجابه حلوه او جمله حلوه، فبقول يلا ابعتوا هارت، ابعتوا هارت لسيلين. برافو. تمام، جميل جميل جدا، حلو، برافو. طيب بتستخدم ده مهم جدا يا جماعه، لان الرياكشن ده حلو. شكرا يا لمي. الرياكشن ده مهم جدا وبيأثر جدا في سير الحصه. من ناحيه ايه؟ من ناحيه انت بتكرم الشخص اللي عمل حاجه، ثانيا بتخليهم كلهم نفسيتهم سليمه، ما يبقاش هو متغاظ ان زميله جاوب او متضايق ان حد جاوب، الكلام ده كله. طيب نبص بقى لكده للشير، شير سكرين. عايز اقول لكم على حاجه هنا موجوده، شايفين الزرار الاخضر ده اللي مكتوب عليه شير سكرين؟ هو ده اللي انت بتعمل منه شير لاي حاجه انت عايز تعملها. اولا عشان ما تتلخبطش، انت عايز تعمل شير، عندك فايل عايز تشتغل فيه ملف البي دي اف بتاعك، عايز توريه فيديو، لازم الحاجه تكون مفتوحه على اللابتوب الاول عشان تعرف تشغلها. لازم الحاجه تكون مفتوحه على اللابتوب عشان تقدر ان انت تستخدمها. يعني انت من قبل حصتك بتجهزها، بتفتح البي دي اف بتاعك اللي انت هتستخدمه سواء كان وورد او بي دي اف او اي حاجه، بتحضر الفيديوز اللي انت هتعملها قبل الشير طبعا ويكون مفتوحين، وبعد كده تعمل. طبعا في ناس كتير بتبقى فاتحه الواتساب على البراوزر بتاعها وبتسيبه مفتوح، بعد كده بتيجي تعمل شير سكرين، هوب الولاد تشوف الواتساب. طبعا دي حاجه مش لطيفه خالص، خلي بالك الواتساب ده يا تقفله خالص ما يكونش موجود. لو هتستخدمه حضر كل اللينكس وكل حاجه انت عايزها وافتحها قبل الحصه واشتغل عليها. عملت شير سكرين؟ اهو انا عملت شير سكرين. لما تفتح شير سكرين في حاجه موجوده اللي هي البورد، الوايت بورد دي موجوده لوحدها، دي موجوده لوحدها، تمام؟ مش محتاج ان انت تعملها. يعني انا هعمل شير سكرين دلوقتي، لو انا عملت، لو جيت اعمل شير سكرين انا دلوقتي حالا، هلاقي ان عندي ايه؟ عندي وايت بورد وعندي البرزنتيشن اللي انا شغال عليها. فبفتح الوايت بورد، انا مش فاتح غير فايلين، في عندي حاجتين مفتوحين دلوقتي، وايت بورد وعندي الواتساب، سوري البرزنتيشن. انا هشرح لكم الوايت بورد بتاعتي. انا بشرح، بص كده، في بتاع بتظهر بار كده، بيظهر في علامة التي بتاع التكست لو انت عايز تكتب كلام ما يبقاش ملخبط. فبتقول ايه؟ She went to school yesterday. بس تكتب بقى كابيتال، ما تكتبش كابيتال دي براحتك انت، خلاص ده سطر. عايز تكتب سطر تاني، I went with her، ده انت كده بتكتب بالتكست اللي هي كلام مظبوط. لا انا مش عايز اكتب بالتكست، انا عايز اعمل ارسم، عايز ارسم. فتروح دايس على درو، ده سطر تاني، السكرين تحت وريتها لكم انا اللي هي علامتها خضراء، هي بتبقى باينه وخضراء لانها مهمه. انا جبت ده وعايز اقول ايه؟ ايوه بتكتبي من اللاب لما بالسكرين، بصوا كده انا بعمل بالبتاع ده وبرسم اهو. كانت مس سهير بتستخدم اللاب وهي فرحانه، اهي رسمت لكم سهير، سهير يعني بصت في الرسم اهي، وهي بتستخدم اللابتوب وفرحانه. وبعدين مش عارف قابلت مش عارف مين كوره ولعبت بيها، وقعد اكتب كده. وممكن اكتب كده بس لو كتبت كده هيبقى كتابتي مش مظبوطه، فانا اكتب بالتكست احسن. تمام. طيب انا خلصت ده، في عندي واحده اسمها كلير، دي بتمسح كل اللي انا كتبته، بكتب كلير كله مسحته وخلاص. طبعا انا بستخدم الوايت بورد دي عشان اشرح الحاجات اللي انا عايز اشرحها، لان لازم تشرح انت في حاجات لازم تشرحها في الحصه كده، تشرحها وتفنطها للولاد. تمام. عايز تعمل شير للفايل بتاعك، بتعمل له شير برضه. طيب انا هعمل هنا فقره اسئله، مين عايز يسال في الحاجات اللي فاتت؟ مين عايز يسأل؟ ازاي بتتنقل من حاجة لحاجة؟ بتتنقل من حاجة لحاجة. في ناس ممكن تعمل تنقل من الفيديو للبي دي اف ويفضل الشير سكرين متابع،
عندنا لا، لازم اقفل الشير سكرين وافتح شير سكرين جديد. لا الوايت بورد دي ثابته، انت مش بتجهزيها، دي اللي انت هتشرحيها بايدك قدامهم. يعني مثلا بص، مي بتقول لك ايه، معلش اشرح لنا اكتر على الوايت بورد، فانا بعمل شير سكرين، مختار انا وايت بورد هي بيكون عليها الاختيار اصلا. هقول لك عليه. ايوه، فيه اهي الوايت بورد اتفتحت يا مي. انا عايز اشرح لكم حاجه، ان 1 بلس 1 بيساوي 2. ايوه، ما دي التكست يا سهير. ايوه، انت براحتك بتستخدمي قلم حر او بتستخدمي تكست. فانا بقول لكم يا اولاد 1 بلس 1 اهو، 1 بلس 1 ايكوالز 2. طبعا كلكم ما كنتوش عارفين المعلومه قبل ما انا اقولها، الحمد لله انا قلتها. طيب انا في حد زي سهير مثلا تقول لك لا انا مش بعرف اكتب كده، انا عايز اكتب حاجه تكون ديسنت، فبعمل 1 بلس 1 ايكوالز 2. تمام، اهي بروح بقى ايه، بيكبر ومصغر ومزود وعامل كده. ده النص اللي كانت بتقول لنا عليه اختكم سهير، واحط قلب كمان واحط شويه رموز. تمام، وامسح فيه استيكه. لا انا مش عاجبني الواحد ده، انا عايز اكتب واحد تاني، اروح عامل كده واكتب واحد تاني مكانه. بس يا سليم، بس يا سليم، لا انا بكتب فيه. بص عنده البار اللي احنا بنتكلم فيه، البار اللي احنا بنتكلم فيه في علامة سيلكت، ان انا اختار حاجة اعمل عليها سيلكت، اهي زي دي كده شايفينها، انا عملت سيلكت على الواحد ده. في جنبه تكست علامة تي بتفتح لك مربع نص زي ما سهير قالت، وبكتب فيه اللي انا عاوزه، والكتابة بتكون الكتروني، فبتبقى متظبطة، ما بتبقاش حروف ملخبطة ولا حاجة. في علامة درو، علامة كده مايلة، خط مايل، ده انت بتكتبي انت مع نفسك، يعني بتعملي العلامة درو اهي، وتكتبي كده، تيجي تكتبي زي ما انت عايزه. وفي الدرو نفسها في قلم بتعملي قصدي خطوط من اللابتوب. يا جماعه انا نصيحه من اول، دي اول حاجه انا قلتها، هتشتغل حضرتك اونلاين لابتوب، لابتوب مفيش حاجه اسمها موبايل ابدا، عشان يطلع شغلك مظبوط. تمام كده، طبعا انا ممكن اغير اللون بتاع الكتابه اهو، اكتب بازرق. البار بتاع الشير سكرين مش موجود عندك عشان خاطر انت مش صاحبه البيت، انا صاحب البيت. بعد كده تقولوا ان انا اللي مش، اهو انتوا اللي بتجيبوا الكلام اهو، انا ماليش دعوه، انا صاحب البيت، انا بس اللي عندي التول بار. اسماء هقول لك على اللي انت بتقوليه ده دلوقتي حالا. لا انتوا مش مسموح لكم بالكتابه، لاني انا صاحب البيت يا جماعه، والله بتحرجوني يا جماعه، مش كده، انا مكسوف اقول ايه؟ طيب ماشي، تخلوش ايه، اخواتك هم اللي بيلبزونا الموضوع. تمام كده، طيب احنا هنشوف دلوقتي احنا عندنا مين تاني بعد ما كان عندنا الشير سكرين. بعد الشير سكرين بعد الشير سكرين بصوا كده، ادي البار اللي انتوا كنتوا بتسالوني عليه، لو انتوا مش شايفينه انا كنت محضره لكم اهو. ادي سيلكت او الواحده اللي هي عامله زي دي، اللي بتحدد انت عايزه تمسحي دي او تزودي دي، وادي التكست اللي انت هتكتبي بيها، اللي انت هتكتبي بيها. تمام كده، وبقيت بقى الاوبشنز عندك، والكلير دي مهم عشان تمسحه وتكتبي جديد. تمام، طيب كل كده الحمد لله كله مظبوط. ماشي، نيجي هنا هنتكلم على ايه بعد التشات. في، خلي بالكم شايفين بين التشات وبين الشير سكرين في بولز، اللي هي بقى لو انا عايز اعمل زي البول ده اللي هو الاقتراع اللي انا بقول لكم يا جماعه، تحبوا المحاضره الجايه تكون بكره ولا بعده، ونعمل اختيارات والناس تختار. تمام كده، تعالوا استنى يا سليم، استنى يا سليم، طيب استنى ماشي، تعال نبص كده مع بعض. ايوه تصويت، شكرا يا سهير، شكرا، كنت عمال ادور على الكلمه. ماشي طيب، بصوا كده
معلش مش ظاهر عندي، هنمشي احنا دي. طيب ماشي، ركزوا معايا بقى دلوقتي في حاجة مهمة جدا جدا، 10,000 جدا، احنا لازم نتكلم عليها. ايه هي؟ معظم الناس لما بتيجي تشتغل بتغفل حاجة مهمة قوي. في عندك، ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة، ادوني ثانية واحدة، عايز أعمل حاجة. يلا ظهر لكم دلوقتي، المفروض جالكم التصويت ده صح؟ ممكن تختاروا صح كده ولا غلط؟ جالكم؟ بعت لكم المفروض سؤال تصويت؟ لأ؟ هو مكتوب إن هو جالكم يا جماعة أهو. ميرسي جدا، ميرسي صاحب البيت، بقاله دقيقتين ما قلتهاش فعلا، شكرا سوير. طيب ماشي، ايدي شوية، ايدي شوية. في ناس اهو جاوبت، امال مين اللي جاوب لما انتوا بتقولوا لا وشيرت معاكم النتيجة؟ على الموبايل؟ لا مش هو الموبايل ده، مشكلة والله. طيب ماشي، انا عندي بقى حاجة مهمة دلوقتي، كل اللي حصلكم واللي جاي ده كوم تاني، نركز في اللي جاي ده عشان دي مهمة قوي. احنا دلوقتي حاليا مثلا كنا عدد والعدد قل دلوقتي، انا هعمل دلوقتي حاجة تريحني. انا موجود قدامي 27 بني ادم، 26 غيري، ال 26 بني ادم دول موجودة برضو. طيب ال 26 بني ادم دول، بس نورة عاملة لنفسها علامة صح اهي، برافو، شاطرة شاطرة يا نورة والله، هعمل لك احتفال اهو. ال 27 بني ادم دول انا عايز اشتغل معاهم في وقت واحد، وعايز ادي لكل واحد فرصة ان هو يتكلم. السيشن مش مفروض دلوقتي حنان عشان خاطر ده حساب مدفوع، ده برو مدفوع فيه فلوس يعني، فما نقعد ان شاء الله نقعد للصبح. اهلا يا امل، نورتي. طيب انا عايز دلوقتي اقول لكم على حاجة، احنا دلوقتي 27 بني ادم، 26 بني ادم موجودين مع بعض. عايز اسال سؤال، عايز اسال، انا عريت بقى 26، عايز اسال سؤال واخلي كل الناس تشتغل واخلي كل الناس تتكلم. يعني انا قلت لكم دلوقتي لو سمحتوا يا جماعه يلا انا هقول سؤال وجاوبه في الشات، بس قدامكم نص دقيقه. ممكن جيرمين تقول لي انا ما لحقتش اكتب، وماي تقول لي ايه على فكره كتبته ما وصلش، ومش عارف سمر تقول لك إيه، انت ما اديتنيش وقت كفايه. فانا عشان اريح نفسي هديكم سؤال دلوقتي، هديكم سؤال دلوقتي، وهقسمكم مجموعات. المجموعات دي هتلاقي نفسك بدل ما احنا الستة ال27 مع بعض، هتلاقي نفسك انت وخمسة ستة مع بعض تتكلم معاهم براحتك. الرومز، برافو عليك، في ناس كتير ما بتستخدمش الرومز. الرومز مهمة جدا جدا، 10,000 جدا. اولا بتخلي الواحد ما يبقاش حاسس انه قاعد مع ناس كتير، البريك اوت رومز طبعا، فيشتغل. الرومز ليها تظبيطه. يعني انت كصاحب بيت، اللي هو مش انت، سوري، انت مش صاحب البيت، انا صاحب البيت. انا كصاحب بيت بعمل ايه؟ هي مش صعبه ولا حاجه، انا شويه اتعودوا عليها واشتغلوا عليها جامد، وانت برضو بخش الرومز كده كل شويه. انت كصاحب بيت وانت شغال ممكن تخلي اوبشن ان مش الطالب هو اللي لازم يدوس، انت تقسم الرومز وتدوس كل الناس تروح. انا هعمل لكم دلوقتي مثال، انت مش هتدوس جوين، انت هتروح لوحدك، بتفقدي فيها ضحايا عشان الانترنت بيبوظ ماشي، لكنها بتنجح مع الاغلب ومهمه لازم تتعمل. وعشان تضمن زي ما نشوى وسهير بيتكلموا، ما تخليش العدد قليل، ولو خليت العدد كتير ولقيت الانترنت شغال والناس دخلت زود وقت عادي. الروم بتعملها 5 دقايق مثلا ولا حاجه، سيبهم قاعدين، لو جه قال لك خلاص دي اخر دقيقه اقفلها، ما تقفلهاش، اعمل اكستند. طيب سؤالي النهارده، سؤالي دلوقتي بيقول، هتخش في روم دلوقتي مع اصحاب، قول لهم على الصفه الاولانيه اللي انت كتبتها في اول اليوم الصبح لما اتكلمنا، لما قلنا نشوه نجاح وايمان ايجابيه والكلام ده، فكر زمايلك بالصفه الايجابيه وتعرف عليهم، واقعد الغي لحد ما الدنيا تخلص معاك، لحد ما انا ارجعكم. ماشي، ليه انا اللي هرجعكم؟ حد يقدر، حد يعرف يجاوب غير سهير؟ ها
ليه انا اللي هرجعكو؟ محدش جاوب. صاحب البيت، الله يا نشوى، الله نشوى، صح، ايوه كده، شغلوني شغلوني، صح، ايوه كده، صح، برافو برافو. اي لا، مش الروم، انا صاحب البيت كله، ام ذا هوست. برافو 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 يا جماعه، والله بتحرجوني يا جماعه والله. بصوا بقى، وانت بتعمل الرومز، اي خدمه، وانت بتعمل الروم، خلي بالك ان انت ممكن تعمل ايه، تخلي الشخص هو اللي يختار الروم بتاعته، ده اوبشن موجود. اتنين تلاتة عايزين يخشوا اصحاب مع بعض يخشوا، وساعات انت تعمل لهم كده، لكن معظم الوقت انت خليك. في ناس في ناس ممكن تسيب الروم وترجع المين سيشن، انت ممكن تقفلها خالص. احنا قلنا تخليهم اوتوماتيك يروحوا على الروم، تمام؟ طيب ممكن انت بقى تعمل الروم بالوقت اللي انت عايزه، وتقفلها بالوقت اللي انت عايزه، حتى الكاونت داون اول لما تخلص بيديك دقيقة، انا اعملها 10 ثواني، يعني انا لما اقرر ان الروم تخلص هتقعد 10 ثواني بس وترجع لي، مش هقعد انا استناك دقيقة ناس ترجع وناس لا. يلا يا جماعة هتروحوا الروم دلوقتي، ممكن تكتبوا لي في الشات تقولوا لي هو انت هتروح الروم تعملوا ايه؟ هنروح الروم نعمل ايه؟ ايوه، نقول على اسمنا ونقول على الصفه بتاعتنا، عندك وقت تتكلم وخد راحتك، مفيش مشكله خالص. ايوه، اللي هيتكلم على صاحب البيت هو عارف هيتعمل فيه ايه، الريموف اسهل حاجه موجوده في زي البلوك كده على الواتساب بالظبط. ماشي، يلا معاكم، وانا مديكم دقيقه هزود لكم شويه، هخش، ايوه هخش عند كل روم شويه، خلي بالكم انا هتلاقيني ناطط في كل روم، عشان اي حد يجيب سيره صاحب البيت بحاجه هو اللي هيندم. نراكم بعد الفاصل. ماشي ماشي يا نروح. ما هو مستر حسين قال الاسم والصفة. الاسم والصفة مش عارف. لا أنا مش بعرف أتكلم عن نفسي يا جماعة، مش بعرف أتكلم عن صفاتي. يلا يا جماعة، ما تعملوش زي الطلبة، كل واحد يتكلم ويقول صفة، محدش شايف حد، اخبطوا أي حاجة وخلاص. يلا. نشوى نجاح أهو. أيوة برافو يا نشوى، شاطر. ها مين تاني؟ سمر وغادة وسو. سو هنا، هو انت بتتكلمي طول اليوم يا سو، جيتي على الروم وسكتي. يلا. انتوا مش بتتكلموا ليه؟ انا فاتح لكم الصوت. ام ميوت يور سيلفز يا جماعه واتكلموا. مش بتتكلموا ليه؟ نوره وامل ولولو ويوسف واميره وشاهي. موجودين تمام معاك. طب فين؟ فين الكلام؟ يلا اتكلموا، ما تكتبوش، اتكلموا، انتوا مدرسين. هو السيشن بدأ الساعة 9 بالظبط صح؟ بالظبط يا نورا، يعني أنا كده فات مني نص ساعة. مفيش مشكلة، هي متسجلة، ولو عايز أي حاجة ابعتي لي عادي. أنت طب متسجلة يعني هتنزل؟ تمام، ميرسي جدا. ده متسجل طيب 3 مرات في الزوم ده، براحتكم يعني، هتلاقوا حاجات كتير. بس فين؟ مش تمام بتكتبوا لي؟ يلا اتكلموا، عايزين نشوف الناس. هو في مسج بتظهر بريك اوت رومز ده عادي، في مسج بتيجي بريك اوت رومز وبترجع تاني، ده عادي ولا بس في خلاص. مشكلة حسين عندك؟ سؤال ممكن؟ اتفضل. بتقول لك ثواني يا نشوى،
الرساله بتقول لك ان البريك اوت رومز خلاص هتخلص. تمام. امين. ايه يا نشوى اتفضلي. طيب صورة حضرتك كانت موجودة معانا في الروم وحضرتك مش موجود، ازاي بتعملها انك تبقى ظاهر في كل الرومز في وقت واحد؟ هتلاقوني في كل حتة. انا اقول لا ده ده عملت نتورك. عملتها ازاي بقى اصلا لا لا في السيتنج؟ دي نتورك مش موجودة في كل حاجة. انا دخلت الروم الاولانية ودخلت الروم التانية. ما بس ممكن دخلت الاكونت والاكونت التاني ممكن اتعطل شوية. صاحب البيت بقى، صاحب البيت. مش عايز اتكلم والله، ايوه مش عايز اقول. انا اقول انا صاحب البيت. ايوه اقول انت براحتك عشان بس ما حدش يقول ان هو انا. حضرتك كنت بتعمل مواد تانية اونلاين مستر حسين؟ نعم حضرتك تيتشر لأي مادة صح؟ انجليش تقريبا ولا ايه؟ انا بدرس انجليش، بدي كورسز للمدرسين. تمام. عندنا كذا محاضرة ان شاء الله ابلغكم بيها برضو، سواء كانت اونلاين او حضور. يعني بكره مثلا رايحين نشتغل في المحيطية في مدرسة هناك اسمها سويل، عندي فيها محاضرة. لو برضو حد يحضر طبعا يقول لنا. يا ريت. لا انا لما بتكون يسوف، لما بتكون انت موجوده، انت بتبقي موجوده في اكونت واحد بس. يعني لو انت دخلتي روم 1 خلاص انت في روم 1، ما تنفعش تبقي روم 2 الا لو معاكي اتنين اكونت وكل اكونت دخل روم، فتقدري ان انت تتعاملي مع اكتر من حد. بس هي القصه كلها ايه لا بقى؟ بس احنا محتاجين دايما الكورسز دي والمحاضرات دي يا مستر حسين. حاضر والله، احنا على طول بنعمل حاجات كده بس حظكم بس السنة دي ربنا يبارك في لك حاجة الدكتور الله محاضرات يكرمك. برضه مستر حسين ولا مدرسين؟ نعم في مناهج للأولاد برضه حضرتك بتديها لسن الكبير ولا مدرسين بس كورسات مدرسين؟ بندي كورسز كمان انجليش وحاجات زي كده. موجود متاح، كله متاح. طب يا ريت عايزين تفاصيل لكل الحاجات دي. حاضر يا حاضر. خلاص ماشي، ميرسي جدا. يا جماعة دلوقتي احنا نظريا خلصنا كل الزوم بتكاته بحركاته بكل حاجة، فلو عندكم أي سؤال اتفضلوا. الصمت الرهيب ده حضرتك غطيت كل الزوم بصراحة، يعني الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك. بما ان حضرتك ما شاء الله عليك يعني متوصل المعلومة كويس كده، احنا عايزين نستفاد منك في الانجليش برضه. تحت امرك يا مس حنان. انتوا انا كتبت لكم جروب الواتساب بتاع المدرسين، كتبت لكم البيج بتاعتنا على الواتس، على الفيسبوك، تقدروا تتواصلوا معانا. وادي رقمي كمان لو حد عايز يبعت لي اي حاجه في الواتساب، تفضلوا طبعا تحت امركم. اتفضلوا اهو. جزاك الله كل خير يا مستر حسين، بس للأسف أنا الكهرباء راحت من عندي والنت كان فاصل، فهلاقيها على صفحة الفيسبوك. هنزل المحاضرة على اليوتيوب، وهناك عندنا حاجات كتير تقدروا تحضروها على اليوتيوب. يعني عاملين محاضرات كتير وعاملين كورس كامل اسم القناة ايه للمدرسين. طيب؟ هبعت لكم لينك القناة دلوقتي حالا. وعندي حاجة دلوقتي، كل الناس اللي موجودين احنا هنعمل كورس مجاني لإزاي تدرس بطريقة بروفيشنال. لو حد فيكم حابب يكون موجود معانا يا ريت طبعا، ميرسي جدا لحضرتك يا ريت بصراحة. طبعا، دي حاجة حلوة جدا دي يا أستاذ حسين، يا ريت حضرتك تعملها فعلا. عينيا الاثنين ان شاء الله. الموضوع سهل بس ابعتوا لي ان شاء الله خير. يعني تنورونا طبعا، نتشرف بوجودكم معانا. هبعت طيب لكم دلوقتي هنا اهو في الشات لينك اليوتيوب تقدروا ان انتم تشوفوا بيه. طب يا مستر، عايزين حل للزوم اللي بيقطع بعد 40 دقيقة. الحل الوحيد ان انت تشتركي. انا بقول لك كان زمان بيديكي فرصه ساعات يستهبل ويقعدك عادي، فاهماني؟ لكن دلوقتي ما فيش. هي 40 دقيقه، بعد ال 40 دقيقه مستحيل يسيبك دقيقه واحده، بقت تقطع على طول. لو انت عندك شغل بسيط، لو انت عندك شغل بسيط زي مثلا ايه، عندك محاضره في اليوم بتاع، ممكن انا اشوف لك حل. يعني ابعتي لي وانا اقول لك على حل. لو انتوا بقى شغلكم كتير لازم تشتروا، لان انت مش بتشتري مش بتضيعي، انت بتستثمري فلوسك فين؟ في الشغل اللي انت بتعمليه، فبتعملي شغل اكتر
وبتبقى ويبقى عندك لازم وقت اكتر، لان مفيش محاضره تقعد 40 دقيقه، انت لازم هتكوني عايزه تقعدي ساعه ونص على الاقل، ساعتين، فلازم يكون عندك اكاونت. ده لو شغلك كتير معايا تمام. اه بس. فمعاكم دلوقتي رقم الواتساب، معاكم لينك اليوتيوب، معاكم محاضرات كتير على اليوتيوب تقدروا تستخدموها، وفي كورس ان شاء الله هيكون مخصص للتدريس اونلاين بطريقه بروفيشنال تقدروا تستخدموها. صحيح، احنا كل اللي احنا عملناه النهارده زوم ده بيشتغل اونلاين، في الكورس نفسه تقدر ان انت تشتغل اونلاين او اون سايت عادي جدا بكل هدوء وكل سلاسه، وبطريقه تخلي الطلبه بتوعك يبقوا ناس شاطره جدا. امتى الكورس يا مستر؟ هبلغكم، حاضر هبلغكم، لو انتم موجودين هتكونوا موجودين معانا او معاكم الرقم ابعتوا لي، وان شاء الله المفروض يكون يعني في نص 8 كده، في نص 8 شاء الله بس. على خير. طيب شكرا يا مستر، ألف لا شكر. استنوا قبل ما تخرجوا دلوقتي حالا، كل واحد يكتب لي معلومة استفادها النهاردة لو سمحتوا، يلا او قولوها، اللي عايز يتكلم في المايك يتكلم، اللي عايز يقول يقول. كورس المدرسين يا سو، لا استفدنا كتير يا مستر، how to teach in a لا professional way. استفدنا حاجات كتيرة جدا. لو هنتكلم احنا، يعني انا واحدة من الناس الزوم كان بالنسبة لي بسمع عنه بس، يعني عمري ما اشتغلت عليه. فلا طبعا انا استفدت المحاضرة كلها، انا استفدت منها بصراحة، رغم ان انا داخلة متأخر شوية، بس لا انا استفدت بكل حاجة. ربنا يبارك لك يا رب، احنا انت عارفة يعني احنا ما فيش فرق بين، انا اعيد لك المحاضرة تاني ولا يهمك. طب يا مستر ميرسي معلش انا ميرسي ممكن ميرسي سؤال؟ حضرتك اتفضل تحت امرك. انا لما كنت بشوف مثلا يعني احب اعمل ديمو اسجل محاضرة على الزوم، لان كان في اعلانات كتير بتنزل ان احنا لازم نعمل ديمو على الزوم وكده، بس تكون محاضرة مسجلة. كانت بتقابلني بقى المشكلة ديت، يعني انا لما باجي اشغل الزوم عندي واجي اسجل، اجي بعد كده اشوف التسجيل ده مش شغال اصلا كويس، الصورة مش باينة، يظهر ويختفي كده فجأة ومفيش صوت، فأنا مش عارفة ده من إيه. الدم مش هو مش بيظهر ويختفي، انت بتعملي شير سكرين فالصوره بتروح وبيطلع على الشير سكرين، يعني دي حاجات كده عاديه ما فيهاش اي حاجه. عامه اللي هيتفرج او يقول لك انا عايز لينك المحاضره بتاعتك على الزوم او الكلام ده كله، هو شخص بيشوف الانتراكشن بينك وبين الطلبه وبينك وبين الناس اللي بيحضروا، بتساليهم بتجاوبيهم ولا بس عماله طلبة، خلاص. لو ما فيش طلبه بتقول ما هو ما فيش طلبة، انا بعمل مجرد ديمو عشان هو يشوفه بس. طب ما هو طالب، ما هو قاعد قدامك طالب. وبعدين انت وانت انا دلوقتي مثلا بعمل شير سكرين اهو، بص كده بتعملي تدوسي على شير ساوند وبتعملي شير سكرين للبتاع اهو، انا صورتي موجوده على اليمين، انت ممكن تكوني بتخفي الصوره، انا صورتي على اليمين والبتاع على اليمين اهو البتاع، وبقعد اكتب واعمل والناس بتتفرج وكل حاجه بتتم تمام. فهي انت بس ايه تمام. طب ظبطي السيتنجز بتاعتك. اللي بتقوله مي ده يا جماعه مهم جدا، انت افتح الزوم بتاعك ظبط كل السيتنجز بتاعتك زي ما انت عايزها بالطريقه اللي انت حاببها، عشان لما تيجي تشتغل تلاقي الدنيا سهله معاك وتشتغل مظبوط، ما تجيش تتفاجئ تبقى حاجتك كلها متحضره من بدري. نفس القصه زي ما بقول، قبل المحاضره تحضر كل شغلك، تحط اللينكس تجهزها تعملها. انتوا لما انا جيت فتحت الفيديو لقيته الفيديو كان متجهز وموجود، يا دوب عملت عليه كليك عشان يشتغل بس، فالموضوع كله سهل. حاجة أنا ما كنتش فاتحاها وجت في بالي وأنا شغالة مع الطلبة مثلا وحبيت أفتحها، ده مش هتفتح ولا هيبقى فيها مشكلة؟ لا هتفتحي عادي، بس اهم حاجه ما تبقيش عامله شير سكرين. يعني ايه؟ يعني تبقى انت قافله شير سكرين زي كده وتفتحي حاجه وانت بتتكلمي معاهم، لان في نقطه بيعملوها المدرسين كتير قوي ان هو بيبقى فيه بوزز كتير، يعني انت بتسيب الطلبه بتسيبيهم، يعني تعالوا دلوقتي اقول ان انا عايز افتح حاجه، فبقول لكم ثانيه واحده واقعد نص ساعه ادور على الحاجه ومش عارف اروح فين وبعدين افتحها، ما فتحتش فتحت كل ده وانا سايبهم ما بتكلمش معاهم، فهم يا اما هيزهقوا يا اما هيطهقوا يا اما هيسيبوا الزوم ويقوموا يروحوا يعملوا اي حاجه، ودي تقعدي تنادي عليهم، وخصوصا لو كانوا قافلين الكاميرا فانت مش شايفه هم عاملين ازاي. ف يعني فكرة ان انا بحضر الحاجة قبل السيشن ده عشان بس ما خلهمش ينتظروا كتير او ما نضيعش وقت السيشن. ايوه بالظبط كده، فانت بتحضري حاجتك، ده حاجه اساسيه، زي انت كده كده بتحضري شغلك، فتحضري حاجتك كلها جاهزه. وخلي بالكم ان الاونلاين ما فيهوش تضييع وقت ولا حاجه، يعني في الحصه الحضور هم شايفين المدرس قاعد بيشرب شاي فساكتين،
انما هنا انت مش شايفه انا بعمل ايه. انا ممكن انا اكون قاعد دلوقتي وزي طبعا زي ما كنا بنشوف في الصور لابس بليزر وعليه بنطلون كلسون عادي ومحدش شايف حاجه. لكن الدنيا كلها بتبقى واضحه في الحضور. في الاونلاين انت لازم ترفلكت، لازم تعكسي صوره ان انت واحده فيري بروفيشنال، فالناس تؤمن بيكي مره على الثانيه على الثالثه تلاقيهم اتظبطوا واشتغلوا وبقت الدنيا كلها 100 100. فالموضوع سهل، اشتغلوا وقولوا اي حد عنده مشكله يبعت لي وان شاء الله تتحل. بس تمام، شكرا يا مستر. الله يخليك يا مي، نراكم على خير. انا بشكركم جدا ان انتم استحملتونا في الحر وفي الكهرباء وفي الجو اللطيف ده، جزاكم الله كل خير. وادي هارت كمان اهو لكل الناس اللي التزمت وحضرت من اول دقيقه لاخر دقيقه، شكرا جدا ونشوفكم على خير. في كورس محادثه اميره، ربنا يبارك في كلامي. الله يخليك، ده بس من ذوقكم يا جماعه. صاحب بيت، انا صاحب البيت. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامه، اشوفكم على خير. شكرا السلام جدا، مع السلامه. حضرتك بخير، مع السلامة.